بقى كده؟ طب والنعمه والنعمه؟ لنا مورياك يا قليله الادب يا زايده تبتة وغتات، دي عامله تعمليه يا جبايرك؟ ولا خيشه ولا حياه ولا حاجه خالص؟ بقى تخطفي الفرخه من ايد البت خطفك ده؟ ماشي والله لو وريكي. طب كنا هنتسحر ايه الليله؟ يلا ايش يلا امشي غول، امشي امشي كتحشي وسطك، يلا امشي هتجدهي. مالك يا واد بتعيط ليه؟ ومين اللي غرقك كده؟ حفيظه. حفيظه وقعتك صدى يا حفيظه. وقعوا كده؟ جرى يا فهيمه، ما قلتلك قبل كده عيالك بتدخل الزريبه وبتنكش لي التيب وبتهيب لي البهايم والطيب، وانا زهقت كلام وقواله. يو يعني لقيته في الزريبه قمت عملتي عقلك بعقله وتعاركتي معاه وغرقته بالميه؟ يا ولي بق ميه في قعر كوبايه الشاي تقولي لي غرقتيه؟ ده بدل ما تخش تصدغي له. واصدغ له ده ايه؟ وليه ما جيبش السكينه واشقه لك نصين عشان تنبسطي يا ست حفيظه؟ جرى ايه يا ست فهمي؟ ده احنا في شهر مفطارك بتزعقي مع ستنا ليه بس؟ ستك حفيظه هاني مسكت الواد وغرقته بالميه. انا يا بت بيتي لما ببيتك ولا بتاتا غيرك. لا 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 يا ست فهمي، ما يصحش كده، عيب الكلام ده. حزداني حزداني يا حسان، هي وسلعوم ده جوزها على العيال، اكمني يعني يا اخويا ربنا مش عايز يديهم. ما تحاسبي على كلامك امال يا ست فهمي، ما تخبطيش بالقوي كده، وحيد الله ما تقوميش الشيطان امال. اسكت انت خالص ومالكش دعوه بينا. ماشي يا فهيم، وخليك شاهد يا حسان، وجاتك نيله عليك وعليك. يشهد؟ يشهد على ايه؟ والنبي انت مش مكسوفه من نفسك؟ ما خلاص يا ست فهيمي فضيها سيره بقى. ما خلاص انت يا ست الكل اتفضلي ارتاحي حضرتك، وخلاص انتوا اهل المسامح كريم، انا اللي هقول الكلام ده. اسكت انت يا حسان وخليها بقى كده تشخط في عيل من عيالي تاني. شوف انا هعمل فيكي ايه؟ بخاف انا واكش من دلويش. صلي على النبي، صلي على النبي امال. ازيك يا حسان؟ العواف يا ست فهيمه. اتجننت يا فهيمه؟ ايه اللي انت قلتيه لحفيظه مرات اخويا دي؟ لحيتي يا حسان تقوله؟ تلاتة بالله وبكفه الايمانات، لو مسكتي عن حفيظه واحترمتي اخويا العمده لكون مربيك الربايه اللي تكسر ما تكبر. اه يا اخويا نحترمها، نحترم الست ونحترم العمده ونضرب لهم كمان تعظيم سلام. بامرت ايه يا اخويا؟ مش اخوك ده اللي سف حقك من ورث ابوك؟ يا دي الموال. بأمارة إيه بقى نحترمهم؟ بأمارة كرشهم اللي اتملى على طمة عينه من أكل الحرام والغصب في حق الغلبة؟ مهما كان ما ينفعش تتكلمي معاها الكلام اللي يوجعها بالقوي كده يا فهيمة، يا اللي ما انتش فهيمة ولا عقلك بيميز أبدا. وسي حسن بقى غفير الغفلة، هو اللي قالك وجابك. ما هو برضك كان لازم يعرف يا ست فهيمة ويجي يراضيكي ويراضيه، مهما كان برضك ده جوزك وهي مرات أخوه. بس أمانة الله يعني انتي براوة عليكي، يسلم فمك، ده انتي خليتي وشه زي الكركم. شوف يا اخويا الراجل ما تتصدق غفير. ما تسيبه يا اخويا يشمت فيها ويفش قلبه كده، هي الشيطانة دي تصعب على حد من عمايلها السودة هي وجوزها؟ يعني مش هتتصدق يا فهيمة؟ ما تصلي على النبي كده امال يا سعلوان، ده انت حتى راجل طيب يعني وابن حلال، ده انت غير اخوك عثمان ده خالص. وأمانة الله البلد كله كانت تستمناك انت تكون عمده للبال، بس نقول ايه بقى؟ نصيبني اخوك عثمان ده والختمه الشريفه، ما انت راسي على الفوله ولبتها ده من يوم ما مسك العموديه رسمي ديك النهار وهو مسوي الهوايل وعامل البدع. اشي ناس اترمت في الحجوزات والحبوسات، واشي فلاحين غلابه عمالين يمضوا في عقود بيع وشره لارضهم بالغصب، واشي 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 ياامه. وايه اللي جد عليه يا حسان؟ ما هو على ده الحال من قبل ما يستلم العموديه، وكل كام يوم كان يضرب له شبطه مع العمده اللي قبله الله يرحمه. يلا بقى يا حفيظ امبلك كده، عايز اتهيأ كده اخر هيئات وابقى على سنجه السنجه واني بستلم التليفون الميري وسط زفه اهل البلد كده وفرحه الناس. تعرف انا ايه اللي مخليني فرحان
وحاسة كده زي ما يكون قلبي مزقطط من الفرح وعايز يرقص. ايه يا عسل؟ قولي يا عمر. اني شايفاك مبسوط والله، ونولت العمودية اللي كنت بتستمناها طول العمر. ايه هو يعني اللي يسمع الكلمتين الحلوين دول من الحنك العسل دي ما يبقاش عمدي؟ ازاي بقى؟ طب وهي العمودية يعني تليق على حد في البلد دي غير جوزك انت؟ لا يا بنت، دي مكتوبه لي من قبل ما اتولد زي ما انت مكتوبه لي. ايوه، واني هبقى مرات العمدي وابعت اجيب الناس كده واقعد اشتم وهزق فيهم ولا حد يستجرى يفتح بقه بنص كلمه؟ صح. ايوه. لا وايه؟ وهيبقى عندي تلفون يقعد يرن وانا اقعد اقول الو؟ ايوه يا بنت، ده انا نادرها اول ما يجي التلفون ده اروح رافع السماعه كده واكلم كل الناس اللي في بره مصر عندهم تلفونات. واني؟ لا لا لا، انت لا. ايه ده؟ ازاي بقى؟ لا ده تلفون ميري، يعني يلزمه الكلام الميري. يعني مثلا نفرض مثلا يعني ان واحده من الهوانم كده الحلوين المقلوظين دول اللي عندهم تلفونات اتكلمت في التلفون، يلزمني اني بصفه العمدي اللي ارد عليه واقعد اقول لها الو، واقعد اتحدد في السماعه كده واعكسها واقعد كده ابص لها من تحتها لفوقها كده ومن فوقها لتحتها كده في التلفون. يا حنين يا عشري، انت طول عمرك حنين، يعني انا التلفون ده هيجي على خرابي؟ يا بنت بضحك معاكي، هو انت بتاخدي الكلام كده ليه؟ هو قلبي ده انت مش عارفاه؟ ده انت حته من قلب كبده فشت معدتي. وانت احلى حاجه في دنيتي. تعرف يا عثمان؟ ايه؟ لما بشوفك بتكبر وبتعلي بفرح لكن بخاف. لكن ايه بقى بتخافي من ايه؟ بخاف يعني لو يجي في يوم وتزهدني ولا ارخص في عينك. جينا بقى للكلام اللي زي عدمه. يا بنت ما انت عارفاني وعارفه اللي جواي، هو قلبي ده يقدر ينبر على حد تاني غيرك؟ النبي صحيح يا عثمان. لا 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 كده بقى هتاخر على الزفه والتلفون والعموديه. ياه، يعني هو الزفه والتلفون اهم مني؟ لا يا ستي مش اهم، انت اهم من اي مهم. بس الناس تقول عليا ايه؟ يرضيك يعني يقولوا علي ان انا مش محترم الميري ولا العموديه من اولها؟ ولا عاش ولا كان اللي يقول عليك ربع كلمه مش تمام. استاذن انا. ربنا يفتحها في وشك ويجعل لك في كل خطوه سلامي والو. نظيمي، انت يا بنتي يا نظيمي. ايوه يا ست الستات والهواني، عملت اللي قلت لك عليه. اللي هو ايه؟ يخرب بيت الغباوي، انت يا وليه يا اللي تنشكي في رقبتك، مش قلتلك تجيبي لي ارقام تليفونات كده ناس من معارفك ولا اي حد تابعهم عشان نقعد نكلمهم في التلفون؟ هو في حد من معارفي يعرف يعني ايه تلفون ولا عمره شافه؟ طب وبعدين يا نظيم هنكلم مين في التلفون؟ اي تحد. ايوه صح، اني هكلم اي نمري. تيجي نكلم بعض في التلفون؟ ايوه يلا. أنا الأول. ألو، مين بيتكلم؟ ألو، ده صوت راجل. رامح كده زي الجدي المنظور على بيت العمده، ايه الحكايه؟ وايه الزيط اللي هناك ده؟ ياك العمده رايح يحرر فلسطين يا ابوي. يعني انت مش عارف يا شيخ محمود ولا شايف يعني؟ لا يا ابوي، انا لا بقى شايف ولا سامع ولا بعرف حاجه غير يوم الثلاث على بعد الظهر كده. يا سعاده الباش حكيم الدكتور الحلاق البارد، بنقول لك ايه الهوجه اللي عند بيت العمده ده؟ دي زفه استلام العمده عثمان للتليفون من بيت العمده اللي راح الله يرحمه. ما تيجي يا شيخ محمود، تعالى يا راجل اتفرج، هناك هتلاقي ناس يامي بتتنور عليهم بالاذن. لا حول ولا قوة إلا بالله، حال الدنيا. عمدة رايح التلفون رايح، وعمدة جاي التلفون جاي.
آتي مع مراسم تسليم تلفون العمودية للعمدة عثمان عمدة كفر أبو شوكة من العمدة السابع الله يرحمه ويحسن إليه ولأله الصبر والسلوان ولكم طول البقاء مع العمدة عثمان. عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! بس يا ريت الحقيقة أنا حزنا يعني على الفقيد الغالي ما كنتش عايز أجي ولا عايز أستلم خالص حزنا يعني لكن أعمل إيه بقى في أوامر الحكومة أنا كل شوية جناب المأمور يبعت لي مرسال يقول لي يا عمدة عثمان استلمت التلفون العدة الميري أبعت له المرسال تاني ويقول له والله دي عملية محرجة الراجل لسه ميت طازة الواحد يعني يروح بأني وش أنا جاي حتى وضميري مقرنبني ورقبت زي السيستم بس أعمل إيه؟ جناب المأمور قال لي الميري ميري والأميري أميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري بس يا حمار أنت بس يا واد التوهو الناس زعلانة وحزينة وأنتوا عاملين فرح جاكوا 60 نيلة هتفطرونا وإحنا صايمين جاكوا الهم وأنت عمال تهتف كده يعني إحنا في فرح اهتف وأنت ساكت جاتك نيلة طبعا انتوا عارفين حكايه استلام التليفون دي كان ممكن يعني يقوم بيها مستوظفين الحكومه لكن انا قلت لا مستوظفين ايه انا لازم اجي بنفسي هم بقى يوصلوا التوصيلات ويركبوا التركيبات لكن انا اجي عشان اقول لكم البقاء لله واقول لكم كل سنه وانتم طيبين هات التليفون يا ولد اتفضل يا حضره العم بسم الله ما شاء الله يا عم لو حد بقى كلمنا على التليفون ده قولوا له ان هو اتنقل دوار العمده الجديد سلام عليك يا عيش العمدة ملهمة شوية بتوع التلفون انتو العصر ردا عشان تلحقوا تفطروا المغرب في بلدكم بعدين انا عندي تلفونات كتير قوي عايز اعملها ايه يا عالم المغزى يا حضرة العمدة الناس يعني بتوع الطبل والزمر يعني كانوا مالهم دول يعني كانوا مستنينك كده يا عمدة تديهم حاجة حلاوتهم يعني حلاوتهم الرياضة سنجاب ندههم للدار الكبير بتاعه على حلاوتهم حسب يا حضرة العمدة هتخسر صيامك أنا كنت ناسي بس ما كانش واجب برضه تفكرني يا حمار انت انت هتندهش لي ولا هتندهش وتستعجب ولا ايوه صحيح ما كانش واجب تفكر الكلام اللي بيقوله العمدة صحيح النسيان دي رحمة من عند ربنا منحة إلهية يعني والعمدة بتاعنا كمان ربنا بيحبه فبيخلي نسيانه كتير يعني في الصيام سبحان الله هم يلا كل شيء تمام يا جناب العمدي حضرتك بقى تأمرني بحاجة أنا والرجالة اللي معايا حضرة العمدي لا أنا مش عايز حاجة أنا سامع إن أنتوا اللي قاعدين برا مستنيين تكونوش عايزين حاجة ايه لا عايزين ايه يعني عايزين سلامتك يا حضرة العمدي وبعدين اصلا يعني كل سنة وانت طيب يا حضرة العمدي وبعدين انا والرجالي خلصنا الشغل كله وهنمشي طب ما تمشي الف سلامة يا اخوي ما تنط يا ولا قول عايز ايه وخلص انا اقول ايه وانا فهمت قول لي يا هالي ايه هو انت كده يعني لما تقف في وسط عيالك وعيال عيالك ان شاء الله وتحكي لهم كده بعظمه وانت منفوخ من جنابك وتقول لهم انا كان لي عظيم الشرف انني اللي زفيت العمده عثمان لما راح يستلم تليفون العموديه دي تسوى قد ايه دي تسوى كتير يبقى خلاص بلاش بقى طمع الدنيا الرخيص دي كده بقى ادي بقى الكلام منتهي وكفاك فخرا انك شاركت في هذا الحدث العظيم يلا يا اخوي خد نفسك واتكل على الله مع السلام حاضر انتوا يا اخوانا يا بتوع التلفون عندنا بقى مكالمات مهمه عايزين نعملها في التلفون ما ينفعش يا عم لسه الحراره ما دبتش في اوصال التلفون حراره ايه انت التاني انت مش فاهمك انت الحراره ايه وصلنا الوصلات يا سي العمده والحراره لسه ما جاتش اهو شوف قال لك الحراره عشان ما نقعدش بس تتكلم في اي حاجه انت مش فاهمها ايوه يا عمده صح ومنكم يا سبحان الله نستفيد خير عايزين حاجة انتوا كمان كفاية علينا حضرة العمدة ان احنا نحكي لأولادنا ان احنا شفنا حضرة العمدة والله براو عليك يا والد يبقى شوفوا بحاجة كده يا مبروك اشوف ايه الله اكبر الله اكبر يلا احسنت يا باش مهندس يلا يا اخوي سلام عليكم حضرة العمدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصيام يا عمدي رمضان. امشي يا برا هذا. هذا ايش؟ فين التلفون يا جماعه؟ السلام عليكم الاول لمؤاخذه. فين التلفون؟ اصلي عندي واحده صاحبتي من البندر ومستنيني اطلبها. بنجر ايه ولفت ايه؟ ده تلفون عمودية ميري مش لأي حد يعني. ايه ملك يا عثمان ما تديهوني اضرب عليه. لا ده لو حد ضربه الحرارة تعلى لسه قايل كده اهو. ايه طيب لو ضرب تلفون وحد عايزني تبقى تنادين انا فوق. ماشي الف سلام. هي بس حتة الارض دي بقولك ايه هي الارض اللي بيني وبين ارض حفيظة بتاعت مين؟ بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم. طب هم بينا ورهات. يلا يا عم هم خدوا بالكم التليفون ولا انتوا تعالوا معايا. تعال الله وبركاته. اهلا اهلا. اهي هي دي يا عمدة حتة الارض اللي بقولك عليها. ده ارض عفية تطلع لها فدان الا شوية كده. وبعدين لما تاخد الارض دي باذن الله مش هيبقى في فاصل بين ارضك وارض الست حفيظة. يعني هتبقى كلها حتة واحدة على بعضها كده اهو مش عفية. يلا الله يبارك لك فيه. يبقى اشتريناه. قلت لي بقى الارض دي بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم مش كده؟ ايوه عمده اهو. بس بقول لك ايه الواد دي عايز اخده وعطى لانه طالب فيها تمن غالي حبتين. تمن غالي ايه؟ هو مش الواد ده اللي كانت مسك عم نول بسرقه البهايم بتاعت ولاد عمه؟ ايوه البهايم اسم الله على مقامك هو بعينه. وساعتها كانت اتعملت له قضيه بس طلع منها براءه. لا براءه ايه وكلام فارغ ايه؟ القانون لازم ياخد مجراها للاخر. امال ايه؟ الواد ده يا يبيع الارض بالثمن اللي لن يتمنه له يا اما يتسجن بالقانون برضه. انت واد يا حسان. ايوه يا حضره العمد. عارف الواد اللي اسمه محروس ابن ابو سالم؟ عارفه وعرفني حضره العمد. تاخد ديلك في سنانك وتروح جري تجيبه من قفاه كده بلطف واسبقني على الدوار وانا هحصلك. ايوه يا حضره العمد. بس يعني دي كاتب كتابه كمان يومين ثلاثه تاني ولا ثالث يوم العيد. يعني ايه يا حمار حصاوي انت هتفطرنا على الصبح ولا ايه؟ روح نفذ اللي بقول لك عليه. يلا اجري هم. بس يما ابوه حلوة هاتوا بلطف من أفادي. ما الواحد يقعد يتعلم منك يا عثمان. عدم المؤاخذة قصدي يا حضرة العمدة عثمان. حس بقى إن أنت هتتعلم يبقى كل يوم تجيب معاك ورقة وقلم ومراية وتخلي بالك معايا هتتعلم كتير قوي يا مبروك لما تبقى ألف مبروك. اطلع يا والي. يلا يا شيخ جودة ركز معاي كده ووزن دماغك وقول سمي. يلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. لا يا شيخ جودة لا ألم يجعل الجيم يا ولدي عليها سكون يعني لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة يعني إيه تاخد قلقلة يجعل القلقلة دي غصب عني وعنك وعن اللي جابه أبوك. هل أبوك صحة عاملة دلوقتي يا راح منه البرد ولا لسه؟ مش عارف بين لسه ومش حيروح منه البرد. قل له كده الشيخ محمود قال مش هيروح منك البرد إلا إذا وظبت على الصلاة. بقول له ما تنساش. يلا خلص قول كمل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل إليهم طيرا. عليهم يش أحد كلام عليهم يا ولدي نسيت طبعا. رامح انت ورا الزفه الكدابه بتاعت العمده مع العيل الصغيره. زفه كدابه تلفونيتين رايح يستلموا فرحان بيه. ده حتى سموه تلفون عشان تلف ودنا ما يتلف الودان يعني. يا سلام والله ما ناقص الا يعملوا له مقام التلفون ده والناس تروح تتمسح وتقرا الفواتح فيه هناك. عامل لك شيء يا شيخ هودي ولا انت صايم؟ ما صايمش كده يا ولي. ليه امال صغير؟ ايه ايوه صغير يا شيخ محمود. قال انت صغير يا شيخ جودة ما لا تكون فاطر يا وكلهم. لا يا سيدنا الشيخ انا صايم. جدع يا شيخ جودة جدع. امال ايه رجيل يا سيد ابوك. عايز اقول لك حاجه يا سيدنا الشيخ. اقول
قول يا حبيب. وانت ليه كلامك مختلف عن كلامنا وعن كلام ناس البلد؟ ايوه يا سيدي، انا مش من بلدكم دي اصلا، انا من بلد بعيد في الصعيد الجوار اسمها قوس. جيت بلدكم دي عايم على البلاص، ماسك البلاص كده وعايم عليه لغايه ما وصلت بلدكم دي زمان. وبعد اذنك يعني اتجوزت المدام المصون اللي ورا دي اللي انت شايفها هناك دي. ده بعد اذنك يعني. ايوه صحيح، ده بعد اذنك يعني يا شيخ جودي. الله يعافيك، تعال ادخل يا محروس. يا محروس ابو سالم، تعال تعال. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا سيدنا الشيخ. انا يعني كنت عايزك في حاجه كده اوام اوام، عشان ورايا كام شغل عايز اقضيه. خير يا حبيبي؟ يعني كنت عايز حضرتك يعني تكتب لي كتابي على مناره بنت ابو تاج عايشه الثلاثه اللي جاي دي ان شاء الله. مدد 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 مدد، الله اكبر الله اكبر عليك. كبر الواد محروس، ود ابو سالم كبر وبقي عريسها وراح يتجوز مناره. ان شاء الله حياتكم تبقى كلها مناره يا ولد. امين امين يا رب العالمين، ربنا يتم تمامك على خير يا حبيبي. زيد فضلك يا سيدي. الفاتحه لابوك. فاتحه يا جود. عقبالكم كلكم يا رب يا رب. انا قبلهم يا رب. لا بس انت جايبه حاجات كتير يا ما يا بنت يا مناري، وغاليه كمان باين عليه. ده انت يا بنت طلع ابوكي مدكن ولا باين عليه. كله ما يغلاش على محروس ابو سالم. لا ومحروس كمان جايب ليه فرش حلو ودولاب بثلاث درف و... وشماعه مخروطي وصندوقين مصدفين وسرير صغير للعيال. عيني يا عيني، وكمان عامل حساب العيال من دلوقتي. اه يا فجره انت وهو. ده غير اللي جابه ده كله. طب شوفوا 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 قميص النوم ده. ايه وريني كده. يوه طب اتفرحونا يا بنات، ولا اني جايبه ضربوكي على الفاضي. واني شيعت الفاطمه مرات ابو العيلي، زمانتها جايه هتهيص لينا وترقصنا. يا اختي هو في حد ما يعرفش فاطمه مرات ابو العيلي؟ المضروبه حلوه قوي، النسوان يا اختي والرجاله بيبصبصوا لها. يا اختي طب بالراحه عليها لا تحسدوها. يا مناري يا عماري. اهي جت اهي. ازيك يا خالي؟ تسلمي لي يا خالك. تكي بنت يا فاطمة. يا حلاوة وقداري. يا عروستنا يا ننوستنا يا اللي هتروحي بيت جوزك محروس وتبقي متهنية ومحروسة. واخر يا فاطمة، ده انا مش هيعالك من الظهر يا بيت. غصب عني يا اختي، انما ايه يا بنات اللمة الحلوة دي؟ البنات قاعدين معايا يستفولي الحاجة عشان هنوديها بكرة على بيت حماية ابو محروس. اهي دي سلمة صيام بحق وحقيقة. عقبال عندك يا بنات. يا اختي حاجات فاطمة اللي كنتي مستنياها. وادي الدربوكي اللي انا اجرتيه. يا لهوي. يلا بقى. يلا ايه؟ ترقصي. ارقصي يا بيت. ابو الاهل محرج عليا ما ارقصش ابدا من ساعه فرح بتزدان التروبش. اي والله، ولو عارف حيني العيش. ده انت هترقصي وهتغني كمان. ماشي بس شويه صغيرين عشان الحق احضر له الفطار واوديه له الطاحونه. طب يلا ما تخافيش. يلا يا بنات هتردوا ورايا. يا شوقة المتحنية يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة يا شوقة متحنية يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة جالها الهوى عمل ساهي. أيوة أيوة لو أحلاها الطرف الشاهي. أيوة أيوة نسيت فطورها وعشاهي من شوقة المتحنية. يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة جالها الهوى عمل ساهي. أيوة أيوة لو أحلاها الطرف الشاهي. أيوة أيوة نسيت فطورها وعشاهي من شوقة المتحنية. يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة جالها الهوى خيال بحسن. أيوة أيوة فكت زراير من الأمصار. أيوة أيوة ودخلها وعمل نعسان من شوقة المتحنية. يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة جالها الهوى عمل ساهي. والله يا جدعان زي ما بقول لكم كده، احنا في الصيام وكتب وحش. ما رضيش ينزل مليم احمر عن 22 جنيه وقال ايه حته بخمسه اكراميه. يا ستار يا رب على الغلا، بقى حته الدولاب بدرفتين ومرايتين ياكل في وش الفلوس دي كلها. ليه يا عم؟ هياكل لوحده والله، يرش الهدوم لوحده. محروس محروس يا ابن ابو سهل. يا اخويا العوافي الاول. العوافي يا اخويا، شطب لي وشه دهون وخليه يقوم وياي. شطب لي وشه يا وش جاموس. ايه يا حسان؟
قوم وياي، حضرة العمدة عايزك. العمدة؟ وعايزني بقى في ايه العمدة بقى ان شاء الله؟ يكونش عاوز ينقطك يا ولي. ده ياكل مال اليتامى والغلابة، تقول لي ينقطه؟ عايزني في ايه العمدة يا حسان؟ هيكون عاوزك في ايه بس غير أذية؟ يا ساتر يا رب. طب استنى نروح له بعد الفطار. اعمل معروف يا محروس. اعمل معروف اتقي شر الراجل ده، هو المتعالى معايا دلوقتي. ما دام قال عايزك في التو لازم تيجي معايا في الحال. هتمم الحلاقه ونروح له بعد الفطار ونفطر سوا يا حسان. بلا فطار بلا بتاع بقى يا محروس. انا بقول لك يا حسان ده انا هفطرك بط. بقول لك ايه يا محروس يا ابن ابو سهال؟ انا شايف ان احنا نفطر البط الاول وبعدين نروح للعمد. هو يعني هيطير يعني والله هيطير. بس تبقوا افتكرونا بالزلموك. ايوه امال ايه؟ هيحصل لك ايه يعني صحيح؟ استرح استرح. خد يا ولد. فرحان يا اخوي ومنشكح قوي انك ضربت مرتك. لعنة الله عليك يا بارد، مرتك دي مش صار قد بنت جلال اللي مخها برباط دي. اه انت بينت يا فالح انك اضعف منيها وهي اقوى منها. اها اقوى مني ازاي يعني؟ طب ايه رايك بقى لما بتمسك دراعي كده، مرتك بتمسك دراعي كده وتفضل تضرب فيا كده بالركوميه، انا لفف لها بقى اعمل لها ايه بقى؟ تروح تداني بالشلوت. طب دي عليها شلوت، دي مورياني الويل. الحلوة الأقوى مني دي. بس يا ده سنجاب يا سنجاب أبوك. يا أخوانا الراجل النطع النطع الجغف اللي مرته يغلف فيها ويحتاج يمد يده عليها، يبقى هي أقوى منه وهو أضعف منيها. قوم يا تفزة تقعدش معانا. قوم جاتك قومة. اقلع يا الطبوش ده، اقلع يا لعنة الله عليك وعلى أمثالك من العتة والمهمشين. العافية شيخ محمود. يا مرحب يا فاطمة. مرحب يا بنتي، تفضل. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. الحمد لله. والنبي يا شيخ محمود، كنت عايزة هنا اسألك على حاجة كده، إذا كنت مش هتقل عليك يعني. اسألي يا بنتي. هو النفر مننا لو نسي صيامه وأكل ولا شرب يبقى ما عليهوش حاجة؟ أيوة يا فاطمة، يبقى ما عليهوش حاجة وصيامه سليم. طب الحمد لله يا رب. اصل ام ابو العيلة كانت بتقول لي كده امبارح، بس انا بقى ما صدقتهاش. لا صدقيه، كلامها سليم يا فاطمه. اللي هي عامله ايه دلوقتي؟ اهي الحمد لله، ساعه كده وساعه كده، يعني ساعه تبقى شايفانا وسمعاني وساعه لا شايفاني ولا حتى سمعاني. يا الله، اللهم اشفيها يا رب وخد بيدها يا كريم. امين يا رب يا كريم. تسلم لنا يا شيخ محمود، ربنا يا رب يزيدك من فضله ومن نعيمه وقدر يا كريم. يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا فاطمة. سلامة يا بنتي. سبحان الله في عدله يا شيخ محمود. مش فاطمة دي تبقى مرات أبو العيلة الطحان؟ أيوة يا سيدي، فاطمة مرات أبو العيلة الطحان دي. هي صراحة يعني اللهم إني صايم. اللهم إنك صايم؟ لا والله. يا بارد يا إخواننا يا جماعة، الجواز ده أرزاق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الرزق. فاطمة دي رزق أبو العلة، وأبو العلة رجل غلبان وبيشتغل في الطحونة ويشيل على ظهره، ساعي على أمه وعلى بيته وعلى عياله. هو كمان رزق فاطمة، ربنا مقسم بكده. أختك زينب فين؟ طب تعالى ما نشوف. بنتي يا زنوبة يا عروبة، العافية يا خال. بنتي يا زينب. أهلا أهلا. إزيك يا أختي، عاملة إيه؟ اوعى تكونوا تعبتوا ستكم وانا مش موجود. لا شاطرين يا عيال، اوعى يكونوا العيال دول تعبوكي يا خالي. خالتي ام ابو العيله. ايوه يا فاطمه، بتقولي حاجه؟ بقول العيال تعبوكي. تعبوني؟ دول يشفوا من التعب يا بنتي. ان شاء الله تعيشلهم يا رب. بقول لك، انت فوتي على ابو العيله في الطحونه ولا هو جاي؟ لا انا اللي هجهز الفطار واوديه له الطحونه. ما انت عارفه اليومين دول موسم والشغل في الطحونه ايه نار، الليله وبكره. كل عام وانت طيبه يا رب، وانتي والعيال وابو العيله بصحه وعافيه يا حبيبتي. امين يا رب. امين امين يا رب. بطين بس اللي فاضلين. تقول حاجه يا فاطمه؟ وده كمان عايز يتبل. بلاقي عودين جرجير ولا سريس ولا بصل عيال ابو العيلة يا رب. انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا فاطمه. سلامتك يا خالي. ايه يا رب تعالي يا رب. اما ايه يا محمد؟ هو الادام بتاع الفطار مش هيجي؟
جاي حبيبي زي ما انتوا جاي. محمد قال لي اللي هو جعان. ايه كده يا محمد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنصوم زي الكبار؟ بس عليك يا محمد انا زعلانه منك، ما تستحمل كده يا واد. اما ايه يا زينب؟ ايه؟ انا جبت حاجه. حاجه؟ حاجه ايه دي؟ حاجه حلوه وكبيره قوي بس ما تزعقيش. اهدي يا زين، جبتيها منين؟ دي وزه دي يا فاطمه. ايوه وزه يا خال، جبتيها منين؟ ما انا كنت بلعب لقيتها عند وسعيد السايح. جابها ابو العيله دي ولا ايه؟ لا هي فين؟ هاتي يا بنت الوزه دي، هاتي هاتي يا حراميه. حراميه؟ بس ما تقوليش حراميه عبي حنان. عيب؟ والسرقه تبقى ايه يا فاطمه؟ سرقه؟ سرقه ايه؟ دي البنت بتقول انها لقيتها عند وسعيد. لقيتها؟ لقيتيها بردك ولا خطفتيها من على الارض وجريتي بيها؟ واني عماله اقول لك هاتي لويزا يا بنت، هاتي لويزا يا بنت، وانتي فراره. صحيح الكلام ده يا زينب؟ انتي سرقتي الوزة؟ لا انتي فاهمه غلط يا حنان، البنت دي صغيره مش فاهمه حاجه، احنا عمرنا ما نمد ايدنا على حاجه حد، ده هي فاكراها لعبه، وبعدين احنا الزاد في دارنا هنا زي من هنا لحد الحجاز. والخير اللي من هنا لحد الحجاز ده من نص نكله يوميه الطاحونه. لا لسه ما جاش من الطاحونه، سهران هناك. دي مش بتسأل على ابو العيلة يا خالي، دي بتتمهزق على تعب وشقاها. ايه؟ مش انت اللي قلت انه سهران هناك؟ يقطعني يا فاطمة، يقطعني يا اختي، ينقطع لساني ولا زعلكيش كده يا فاطمة. احنا ناس غلابة يا حنان، لكن عمرنا ما نمد ايدنا على حاجة مش بتاعتنا، حتى لو الجوع قرصنا والعوزة قتلتني. عارفة عارفة يا اختي، سامحيني معلش. ما الست راوية، ما انت عارفاها، انسعرت لما عرفت ان في وزه ناقصه واتهمتني انني اللي سرقتيه. الناس المتنعمه دول يا حنان هما اللي خلوا الدنيا تقسى على الناس الغلبه اللي زينا. بلاش احنا كمان نعض في بعض عشان الدنيا ما تقساش اكتر. بقول لك يا فاطمه، الوزه دي يا حبيبتي خليها لكم، اذبحوها يا اختي وكلوها بالهنا والشفا، واني هقول للست راويه ما لقيتهاش وتعمل اللي تعمله بقى. يا بنت انت ما تفهميش، بقول لك ما بنمدش ايدنا على الحرام ولا بنقبله. خدي وزتك رجعيها لصاحبتها. يلا يا حنان الله لا يسيئك. يلا بس تعدميني يا فاطمه لو لساكي زعلانه مني. خلاص يا بنت حصل خير، يلا امشي. ماشي يا اختي. هي البوزه طلعت عيانه ولا ايه يا اولاد؟ حاضر يا بيت، حاضر، ماني شغال اهو. يعني صايم قوي يا اخوي. سلامات يا ابو العيلة، يا ابو العيلة سلامات يا اخويا. يا دي نور السرور، ازيك يا ست الهواني؟ تسلم.
تسلم يا اخويا. بقول لك ايه، عايز اطحن شويه القمح دول بس قوامك يا اخويا بسرعه كده. ها حاضر يا ست الكل من العيله تاني. بص بقى يا ابو العيله، يا ابو العيله كله. حلوه ابو العيله كله دي. اموري. ماليش امر عليك يا دجاله، بس ليا فيك عشا. ايه عشمك في مطرح. نزلي يا بنت هان، القمح عندك كله اهو. شايفاك يا اخويا مشغول قوي، اطحنه براحتك وتجيبهولي على البيت ان شاء الله الصبح. تاخد اجرتك وعليها تعب المشوار. امرت العشم والمواد. يعني اجي على رموش عيني. وعندي ليك شغلانه صغيره بس اجرتها كبيره. والله ده اني كل يوم ما بصدق اروح البيت انام لي ساعه بس عشان خاطري اشوف لي صرفه. تسلم يا ابو العيله، حطك بعافيه يا اخويا. الله يعافيك. يلا يا بيت. يا ما شاء الله عليك يا عروسه، انت بنت مين يا بنت في البلد؟ ليه يا ست في حاجه؟ يوم السمع. تعالي معايا يا اختي. اسمعي يا ست، الدور هيفوتني. الدور هيفوتك يا اختي. طيب حطك بعافيه. اتفضل يا ابو العيلة، عايزين نروح نفطر في بيتنا. ما تروحي تفطري في بيتك. ولا هتخلصنا بقى يا ابو العيلة، هتبقى انت والصيام. في صايم يعمل كده؟ دي صيام ايه دي يا غباشي؟ ابو العيلة فاطني خير؟ امي جرى لها حاجه؟ لا يا اخويا الحمد لله، امك زي الفل. اها امال ايه اللي جابك هنا يا فاطني بس؟ في ايه بس يا ابو العيل؟ انت بقالك يومين يا اخويا عمال تشتغل في الطاحونه لما نفسك اتقطع وما اكلتش ولا لقمه عادي، قلت اجيب لك حاجه كده على ما اوصل تفطر بيه. فيك الخير يا فاطني، بس انا مش كنت منبه عليكي انك ما تنزليش من الدار ابدا وما تمشيش في وسط الناس اللي عينيها عايزه تنخزق دي؟ يا اخويا يعني واني كنت هعمل ايه؟ ماني كان لازم اجيب لك لقمه تسند بيها طولك يا ابو العيل. وبعدين يا اخويا ده الدنيا صيام، هو حد هيعمل كده والدنيا صيام؟ ايوه امال، ويعمل اكتر من كده. ايه عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. حاضر يا اخويا، انت الصح انت الصح. انا يا ابو العيل راح فين؟ استني ما اقول لك. بخلي بالك يا بنت، الجلابيه تلزق في جسمك وتكسم التكاسيب. ايه عيون الناس ايه بتاكل زي حناك. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه والنبي يا ابو العيل، الاقيش معاك يا اخويا ملمين بس كده عشان كنت عايزه اجيب كوز لبن. منين يا فاطمه منين؟ ده انا مش هقبض الا اخره الورديه يعني على وش الصبح كده. وبصراحه بقى ايه، انا مش عايز اطلب من الحاج اياته حاجه لانه هيعملها بجميلي وحسني وهيخش الجنه على حس الكام ملمي اللي هيديهم لي دول. خلاص يا اخويا خلاص، هو يعني كان هيضحك على ربنا ولا هيضحك على ربنا؟ خير كتير والحمد لله. هو يا فاطمه، هو في اكل في الدار لامي والعيله ولا لا؟ في يا اخويا طبعا في، الحمد لله الخير كتير. يلا يا ابو العيله شد حيلك يا اخويا، ربنا معاك. السلام عليكم. خلي بالك يا بيه. مفيش اكل للعيال وامه؟ ليه كان يرجع لي اكله اللي جايبه له ويقول لي روحي بيه للي في البيت؟ يا وعد يما على الحلاوه البقلاوي النقاوي. اخسى عليك واد عيب صحيح. طب ما تعمليش انا يا اخي خاطر، اعمل خاطر للشهر الكريم اللي احنا فيه ده يا سنجاب الكلب ده. انت ان شاء الله يا رب ربنا يبارك بنصيبك. اهدي، حتى في رمضان والصيام تكونش الجلابيه لازقه ولا تكونش الجلابيه لازقه؟ يا خبتك يا فاطمه. يا اهل الدار. يا مرحب. اهلا يا فاطمه، اتفضلي. يزيد فضلك يا مولانا. هي فاطمه في حاجه؟ خبر ايه يا فاطمة؟ مالك يا بنتي؟ يعني هو طلب كده يعني، لو ما فيهاش تباته يعني ولا رزاله. ايه اللي بتاته وتباته
يا بت ان كان ليكي طلب اطلبيها على طول. يعني لو ملوت لبن يعني من حلبة الجاموسة يبقى كتر خيرك. يا بت البت انت لو عايزة الجاموسة بذات نفسيها قدها لك ولا تغلى عليك. يا أم الغايب يا حرمنا المصون. أيوة يا شيخ محمود. تعال. أيوة فاطمة ازيك؟ نحمد الله. بعدين بعدين السلامات بعدين. هاتي خدي الكوس ده عبيهولها لبن جواب من عينيا وعليهم قرصتين كمان. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويطرح فيكم البركة ويرزقكم الصحة قدر يا كريم. اللهم أمين يا فاطمة. ماليش غيرها لا عيل ولا تيل، وهي عندي بالكل كليلة وفضل الله علينا عظيم والحمد لله. يعزك ما يذلك ويديك ما يحرمك ويسعدك ما يديمك أبدا يا شيخ محمود قدر يا كريم يا رب. اللهم أمين. خذ يا حبيبتي. كتر خيرك. وخيرك. تعيش يا شيخ محمود. العواف. الله يعافيك. زق عجلك يا بنتي حنان وما تجيش الا من دهلك. قرينا يا ست. لا 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 كده اتاخرت عليا قوي. طب وانا هعمل ايه؟ ده انا جاي سايق باقصى سرعه. طب اسمع مني بقى الكلمتين اوام اوام علشان مستعجل. اشرب الف هنا. شوف انت يا اخويا هتبقى جاهز امتى وانا قدامي هنا بدل العروسه عشرة كلهم امارات بدر منور يستاهلوا بقك. بس انت همتك معايا. همتي؟ همتي في ايه؟ ده انا فاكر ان انا جاي اشوف العروسه وادفع المهر ونحدد الدخله اوام اوام بكره ولا بعده. فيها راويه. طب وليه السعجله والكرواته دي؟ يوه ده انا كنت جايه عشان اتفق وياك. اصل بصراحه الكلام القديم بالنسبه لمهر العروسه ما عادش ينفع. طب ليه الطمع؟ طمع؟ لو انت فاكر كده يا حبه عينيا انا بجيب لك العروسه بعبالها وبقول لك خد يا عريس الف مبروك. لا يا حبه عين ده انا بصرف كتير كتير قوي على لبس وتنظيف وتزويق ومهر يملى عين اهل العروسه عشان ما يعفروش وياه. طب تصدق ده انت لو شفت العروسه قبل التنظيف لهوي ما تسلمش عليها ويمكن حتى ما تفكرش تبص في وشها. ماشي ماشي يا راوي. المهم لقيت العروسه؟ لسه هقابل ابوها النهارده. بس انت يا اخويا همتك معايا وهز شويه. هز هز المهر. هز المهر يا حبيبي بس هز وهزه جامده عشان تنول المراد يا عينيا. ماشي ماشي. يلا انت بقى بالسلامه. ربنا يرعاك يا اخويا. سلام عليكم. ألف سلامة يا عريس يا سكر بطة. ينيلك. هو مين ده يا ست؟ عريس وطالب القرب يا بنت. يعني ده جواز عالسني وكتاب ربنا؟ يو لو انت فكرك رايح لفين يا بنت يا حنان؟ ومقام السايح ما فكري لحق يروح ولا يجي. بقولك ايه يا بت؟ ايوه ست روي. انت فاكره البت اللي كانت في الطاحونه عماله تقولك دوري وما دوري؟ انهين دي يا ست؟ ما كل اللي كانوا هناك اللي بيقولوا الدور واني قبلي واني ايوه 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 تكونش دي البت الفيره اللي طبطبتي على صدرها كده؟ براو عليك يا بت شكلك هتاكلي معايا عيش بالقوي. ايوه هي. ايوه مالها يعني؟ البت دي بت مين؟ لا مش عارفه يا ست بس عارفه الدار اللي هي منها. شفتها كده كذا مره بتبص وبتطلع. اكيد ده بيت ابوها. تكونش دي البت اللي لفندي البيت عايز يتجوزها؟ لا يا بنتي حنان البت دي ان شاء الله ان شاء الله متشاله العريس علاوي ده من اللي بجد بس مش وقتها. انما بقى عروسه البيت اللي انت شفتيه معايا من شويه ابوها هيشرفنا بعد الفطار عشان نفرح ونزغرط لبيته. يلا يا محمد. يلا يا حبيب امك. طب يلا بقى انا جعت. حاضر يا نور عيني. حاضر حاضر يا اختي. انت ما جعتش يا حماده؟ جعت.
شجعت يا حبيبي تلاقيك، بس بروق عليكم، انا مبسوطه منكم علشان انتوا عرفتوا تصوموا زي الكبار. امال ليه ما انتوا كبار؟ ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم. شوفوا على الاذان، الله اكبر الله اعظم يا عزيزي قوي يا رب. يلا يا خالي. يا زينه يلا يا خاله، يلا الاذان قدن يا خالي. خليهم ياكلوا هم، لسه بدري على الاذان. يا خاله الاذان قدن يا خاله، يلا بسم الله، يلا يا ام الغالي. يا وافي اهلا يا حنان، تعالي حماتك بتحبك. بصي 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 ده انا جايه على الاذان بالمظبوط اهو. اهدى يا حنان، ابو العيله شايع الاكل ده. لا يا خالي، ده فطوري جبته وجيت افطر معاكم. جيبي. اوعك يا فاطمه تكوني لسه زعلانه مني يا بنت، انت لسه فاكره ان انت قلبك اسود؟ صحيح. كلي كلي. خدي يا محمد، خدي يا خالي بلا انا وشيف. يا خالي خالي، خدي يا حبيبتي. انا عامله فته بلبن حلوه قوي يا اختي، هناكل كلنا. خدي. تستاهل بوقك، بس ذوقي. ذوقي يا حنان ولا انت خدي. ماشي والله. ها وبعدين كل ده اكل يا حفيظه؟ كل ده ليه؟ عامله عزومه؟ أنا ما بحبش استخسر في نفسي حاجه، صايم وجعانه وتعبانه من الصبح، ملحقه ورا الخدامين اللي مالين الدار ومش عايزين يشتغلوا وعايزين ياخدوا فلوس. افهم الخدامين دول جايين يعملوا ايه بالظبط؟ ربنا كمان صايم وما كانش حاجه من الظهر. وبعدين ربنا شرع الصيام ده عشان التوفير مش عشان التبذير. كل ده طير اندبح. ايوه بس انا النهارده انحرق مني دم يملى جري وكله من فهيم البهيمه، عارف؟ حسستني اني ناقصي. ما هو بالك انت لو تشيلي فهيمه ده من دماغك هترتاحي وتريحي، وكمان لو جبت لنا حته عيل هتخرسي لسان فهيمه وغيرها. ايوه ايوه سد في نفسي واحرق دمي، ماني كنت ناقصاك. خلاص قولي انا غلطان. خلاص. لا مش خلاص، دي واحدة قليلة الأدب وعاملة راسها براسي، وعارف بترد لي الكلمة بعشر. ده أنت المفروض تخليها عبرة لمين يعتبر، هي وأخوك الدلدول دي. يا بنت أنا بقول عليكي بتفهمي وعقلك كبير. معقولة؟ ده أنا حامد ربنا وشاكر فضله إن علوان بطل يكلمني في موضوع الأرض والورث والفلوس. أروح أنا بقى أجر شكله وأجيب لي نفس وجع الدماغ من الأول وجديد؟ لا ريح دماغك يا حنين، وأني مش كاتع اعرف اخد حقي كويس قوي. لا وعندي اللي يجيب لي حقي. بقول لك ايه، خدي اللي انت بس حقني وهات لنا حته عيل كده خلينا نفرح. ايه والله نفرح. هو انا يا اخويا كان في وصفه وما عملتهاش؟ مشيت ورا الجهله ورا العلمه، كله ما بينفعش. لو في حاجه جديده انا ما عملتهاش وانت تعرفها يا اخويا قول لي، دليني على طريقي. طب ما اقول لك على حاجه، ما تعملي زي يوم الله يرحمها. هي امك عملت ايه؟ امي ما خلفتش. ما خلفتش ازاي يعني؟ امال انت ايه؟ لا في الاول يعني قعدت كام سنه كده ما تخلفش، ومن بعد كده بقى عملت ايه؟ عملت ايه؟ خلفتني. ايوه وبعدين؟ وبعدين اخويا علوان. ايوه انا اعمل ايه عشان اجيب بغل زيك وحمار زي التاني؟ انا بقول لك اعملي زي امك الله يرحمها. عملت ايه امك الله يرحمها؟ مات. العسل الابيض دي ليه فوايد ما تقولش لعدوك عليه. بلك انت، فيه واحد راجل راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال له يا سيدنا النبي انا اخويا بطنه بتوجعه. قال له اديله عسل. راح اداله عسل ورجع قال له بطنه ما خفيتش. قال له اديله عسل تاني. راح اداله عسل تاني ورجع قال له بطنه ما خفيتش. وراح واداله عسل تالت مره ورجع قال له رسول الله بطنه ما خفيتش. سيدنا رسول الله قال له ايه؟ قال له كذبت بطن اخوك وصدق قول الله فيه شفاء للناس. امال ايه؟ ايوه نعم طبعا، صدق الله العظيم وصدق رسول الله. ايوه وفي احسن من العسل. امال ايه؟ امال انا ببيعه ليه وبوصفه للناس ليه؟ ما عشان كده. لو انت فاهم ان العسل اللي كان بيقول عليه سيدنا النبي زي العسل اللي انت بتغش وبتبيعه للناس يا مبروك. يا اخويا شوف الراجل وكلام، يعني جت على العسل يا ام. طب الناس بتاعت الكفر بتاعنا المكسحين دول يقدروا على تمن العسل الاصلي اللي مش مغشوش؟
طب داني بغش العسل عشان اكسب فيهم سوا. يا سلام يا سلام، شوف الكلام. الا هو الواد حسان اتاخر ليه كده وراح ينده الزفت محروس؟ ايوه ما هو تلاقيه اداله قرش ولا تعريفه وقال له روح قول انا مش هنا. لا ما اظنش يا عم، لو كان اداله قرش ولا تعريفه وقال له كده كان جه طوالي وقال لك ما لقيتوش فضه. لا غلط طبعا. امال ايه؟ لو كان اداله قرش ولا تعريفه كان جه على طول وقال ما لقيتوش. ايوه صح، انت اصح يا عم. اهو جه اهو. تمام يا حضرة العمد. ايه يا ولد؟ اداك قرش ولا تعريفة وقال لك روح قول انا مش هنا؟ ده دي ما هو يا حضرة العمد. امال اداك كام؟ ما ادانيش حاجة. والخدمة الشريفة دي بس يعني زي ما تقول حضرتك كده، الطريق كان زحمة، كان مليان بط ووز وسلطات وعيش وكده. ايوه. وانت عايز ايه يا ولد؟ جنابك اللي عايزني يا جناب العمد. ايوه. جالك كلام يا مبروك؟ ايوه جالي يا عمد. عرفت ان انا كان عندي حق؟ اما وانت تغلط عمرك. قول لي يا ولد، ازاي الست والدتك؟ بخير والحضره، بخير والحمد لله يا حضره العمد. طب كويس انها بخير والله. انا سامع بقى ان انت عريس جديد. قال دخلتي تاني يوم العيد. مين؟ دخلتي تاني يوم العيد وجنبك اول المدعوين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده على خير باذن الله. ابوك لو كان عايش يا ولا كان هيفرح بيك قوي قوي والله. قول لي بقى، وديت فين بقى البهيمه اللي انت سرقتها من الزريبه عندي؟ اظن لسه ما بعتهاش. بهيمه يا حضره العمد؟ ايه يا ولد، انت مسجل بهايم والدفاتر بتاعتك بتقول ان انت ملطوط في سرقه بهايم قبل كده، بس طلعت منيه؟ انه بدي بقى يا حيل ومش هتطلع ولا بالطبل البلدي. يا حضره العمد بدك تهاري. اخرس يا ولد. وحضرتك عايز مني ايه يا جناب العمد؟ ايوه حلو، عايز مني ايه دي؟ ايوه كده. العقد جاهز يا شيخ مبروك. امال العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام باذن الله. اتفضل يا عمد. شوف انت قرفتك حلوه يا ولد. العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام. يلا ابصم لنا بقى بصمتك الحلوه كده يا عريس. انا يعني لو تسمح لي يعني. يا رايح يا واد يا محروس يا ابن ابو سالم، ما تنطع ولا تهدي. يا بشيخ مبروك، أنا لا بعرف لا أقرأ ولا بعرف أكتب، أنا عايز حد يفهمني بس أنا هبصم على إيه؟ لا، ما حدش هيفهمك، عشان أنت فاهم وعارف كل حاجة، وبتستهبل، لا حد هيقرأ لك ولا حد هيقول لك. أهو، العمدة قال لك أهو. يلا يا ولد، أبصم بقى عشان هتاخد قرشين حلوين والله، ينفعوك في الجواز، ده أنت داخل على جواز وعيدنا يا رب. أبصم. مش هتبصم. أمسك يا شيخ مبروك. يا ريت مش هتبصم. أهو. أنا مالك؟ بدل يتهرق مالك يا واد. ابصم وارحم الخفيه. ابصم. طب والنعمة فرحة البنت الجميلة قوي، بنتك ما شاء الله بدر الدور، ده الراجل أول ما شافها وقال هي دي ولازم أتجوزها. بس هو شافها فين بس يا ست؟ ما هو صاحب خالي في الشغل في مصر، وخالي لما جاي يزورني جابه معاه، ويظهر كده يا أخويا إن شاف بنتك وهي بتملى ولا بتطحن. مش فاكرة، القصد إن هو شافها لنصيبها وحظها الحلوة. ها نقول مبروك. صبرك بس عليا يا ست، أنا سمعت يعني إن الجواز ده يعني مش حلال قوي يعني. مش حلال قوي يعني إيه؟ هو في حلال قوي وفي حلال نص نص، هي البلد دي بتحلل وتحرم على مزاجها ولا إيه؟ بقول لك الراجل هيجي يتقدم لها رسمي وعلى عين الكل، وهيدفع المهر اللي انا قلت لك عليه ومحدش شريكك فيه، وهيجيب لها الشبكه اللي هي عايزاها، وكلها شهر واحد يا اخوي، وبنتك ترجع شاربه النعمه ومتنغنغ، والف واحد يتمناها ويجي يطلب ايديها منك. يلا سمعني كلمه حلوه وروح قول مبروك لبنتك. طب ومقام السايح اذا كان كده؟ دي جميله بنتك دي تبقى بخيطه مبخته او حياه ربنا. اهي حنان بتقول لك نفس الكلام، بنتك حظها واسع، ما توقفش في الخلة تندم انت وهي. بقولك يا ست، يعني هيدفع المهر كله في مجيته دي؟ لو عايز يا اخويا يدفع المهر كله قبل ما يجي ماشي الكلام. على البركة. سمعيني يا بنت يا حنان، زغروتة حلوة لابو جميلة وبنته.
انت العالي فوق كل عالي، وانت اللي بتغني وانت اللي بتفقر. يا رب انا مش طالبه منك غير الستر، وانك تكفيني شر العوزه وشر زعقة الجوع في البطن انا وعيالي وابوهم وامه العياني. يا رب انت اللي احن على المولود من الوالده، عالم بحالي وغني عن سؤالي، ورحمتك رسملي في حالنا ومحتلنا. يا رب يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيره، يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيرك. الطف بينا يا رب، الطف بينا يا رب وارحمنا، انت الرحمن الرحيم يا رب، انت الرحمن الرحيم يا رب. يا رب يا حلاوة يا ولدي، يا حلاوة يا ولدي. بس كده اهو ادي السي. انت بتفكر انك هتقفلها علي؟ دي بعيد عن شنبك يا حيل. لا بعيد ولا حاجة يا اخويا. يا غباشي انزل بالسه، ولو معاه الجهار اقفلها له بالشيش طوالي. وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ها؟ انا سكيت لك من الاول يا لملوك علشان خاطر غباشي، ونبهت عليك مرتين وثلاثه ما تفتحش بقك. خلاص يا ابو عيله خلاص، انت هتتلكك ولا ايه؟ انا كنت هلعب البيش من الاساس. لا والنبي يا اخوي. طب اهو ادي الدور اهو عشان تبقى تلعب البيش وتنبسط بقريب. ايه التلاكيك دي يا ابو العيله؟ ما تتزربنش علينا كده، الحق بقى تشيل المشاريب يا ابو العيله. وانت شخشك اصلا انت؟ الله تصدق يا لملوم، انت راجل عديم الاخلاق. من غير ما نغلط في بعض يا ابو العيله. خلاص يا عم ادفع كده المشاريب وما عدتش تلعبني تاني ابدا. لا والنبي ايه ده، انت حلو انت كمان اهو. طب يمين بالله العظيم انا كنت جاي وناوي احاسب على كل الطلبات اللي انا طلبتها، بس بعد الحركات اللي انتوا بتعملوها دي انا مش هدفع حاجه، وانت اللي هتدفع يا غباشي، لان العشره كده عليك، انت اللي مغلوب. دي عافيه بقى يا ابو العيله. اديك شفتها بعينيك، عافيه يا سيدي. وانتوا الجوز اما تلمتوش هطلع غلب الدنيا فيكم، ومش هيبقى كلام بس. هيبقى ايه يا ابو العيله؟ هتشوف اهو. تعالى بقى يا لملوم. ادي يا ابو العيله، 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 يا اوعى كده. خربت شيطانك، ايه رجلي باينها اتكسرت. ايه الف سلامة عليك يا ابو العيلة. ايه يا ابو العيلة، يا ابو العيلة، اوعى يا غباشي حد يسمع بكده. احنا هنقول لفاطني اني وقعت في الطاحونة. ما تخافش يا ابو العيلة، اسند علي. اسند ملاني بعد ايه؟ حاضر يا ابو العيلة. اوعى كده، اجمد يا ابو العيلة، اجمد شوي. استغفر الله العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا واد افهم بقى، ولا بقالي ساعة عمال أقول لك إن طاعة ولي الأمر من طاعة الله، وبعدين العمدة عثمان دي ولا زي أخوك الكبير، رايد لك الخير، ما تعصيش دماغك أمها. خلاص يا مبروك، فيه إيه؟ إحنا أول مرة نشتري أرض ولا إيه؟ كده الكلام طول قوي يا ولد. حضرتك جنابك اللي بتطول في الكلام. ولا اختشي ولا إيه؟ أنت بتكلم واحد صاحبك على القهوة دي جنب العمدة يا ولا. يلا يلا محروس، وابصم على العقد، وبعدها باخد الفلوس من جنب العمد. اخد الفلوس الاول وقبل ما ابصم على اي حاجه كمان. ايه لو انا يعني ما اقدرش اخد منك الفلوس بعد ما اديها لك، وما اقدرش كمان ابصمك على العقد دي من غير ما اديك مدلي محمر؟ وليه كده يعني يا واد افهم. قال المبلغ اللي بيقول لك عليه جنب العمد مش قليل بالنسبه لحته الارض اللي انت بتتكلم عليها دي. يلا اقعد امد على العقد. لا قليل، وقليل قوي كمان يا بشك مبروك. وبعدين انا داخل على جواز وخلفه وعيال، وما حلتيش غير حته الارض دي والدار. ارميها يعني كده ولا كنت ارميه ايه؟ اسمع بقى يا واد انت، انا بقول يعني ان انت لسه صغير وعقلك على قدك، لكن انت عليك سابقه قبل كده، فلو دخلت السجن يا حبيبي لا هيبقى في جواز ولا خلفه ولا دياول. وادخل السجن ليه بقى ان شاء الله؟ وان كان على السابقه اللي انت بتقول عليها يا عمدي، فالناس كلها عارفه، وانت كمان عارف ان ولاد عمي بلغوا بلاغ كده عشان خاطر خناقتنا سوا، والحمد لله طلع بلاغ كاذب وخدت براءه،
يعني كان مغرزه معمول فيه. يا وديف اقسم بالله العظيم تلاقي. خلاص يا مبروك خلاص، احنا مش هنقعد نهاتي. اثبت يا واد يا حرام انت هنا مكانك. حرام ليه وانا سرقت منك ان شاء الله؟ انت تخرس خالص. هات لي واد البيه المامور على التليفون، انا هربيك واعرفك ازاي تتكلم مع جناب العمده. ايه ده يا عمده، اقعد اهدى امال. الله، ايوه ايوه يا طرد، ايوه جناب العمده محتاج جناب المامور. هي زادت ولا ايه؟ جناب المامور اهلا وسهلا. حاضر. دي كده باظت خالص. لا يهمك يا عمده. جناب المامور عايز ايه ده؟ ما قاليش. ايوه معالي الباشا، اهلا وسهلا. يا مساء الانوار. لا باشا طبعا، حتى يا سيدي لو لغوا الالقاب، البشوات بشوات والاكابر اكابر. ايوه امال ايه؟ لا سعادتك مش خير خالص، فيه واد حرامي هنا سرق زريبتين من البهيمه عندي. سرق بهيمتين من الزريبه عندي. لا الغفر بتوعي قبضوا عليه ومتحفظين عليه. كذاب كذاب في اصل وشك. سامع يا باشا؟ شايف بيكذب وبيشتم ووشه مليان كدب اهو. شايف سعادتك؟ بتشكرين يا باشا؟ ربنا يخلي معاليك لينا. مع السلامه. وايمانات اللي انا بايع لك شبر من ارض ابوي. يا واد عيب يا واد، انت بتكلم العمد. حتى لو اديتني قد ثمنها مرتين. يا واد اختيش يا ولا قال التيشر الحليم، امال ما انتش عارف اللي هيحصل لك. انا مانيش خايف بقى من حاجه، واللي عندك اعمله. انت بتقول اللي عندك اعمله؟ طب انا مش هعمل حاجه، خليك بغيظك بقى كده. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بروح عليه يا عم زناتي، بروح عليه يا عم زناتي عشان خاطر ربنا. خلاص خلاص، انت هنا اهو، انت هنا اهو خلاص. يا عم يا عم. ايوه يا اموري. يا ابويا خرب بيت. تفي بابك يا بنت، حرام عليكي. نقول ايه يا رب للقضاء والنصيب غير الحمد ليك والشكر ليك. جزعه جديده اصلها، اصلها جزعه جديده. شديده؟ شديده ازاي يا عم زناتي؟ طالما اتجبرت كده يبقى ان شاء الله هتخيف، بس يعني هتتاخر شويه. تتاخر ليه بس؟ ليه كده بس يا رب؟ كان لازم يعني تقع من على الطاحونه يا ابو العيله. الوجع شديد قوي يا زناتي، جامد قوي. معلش شويه دول لابد منهم يا ابو العيله. الف سلامه عليك يا ابو العيله، ان شاء الله انا وانت لاقى يا اخويا. تعيش يا فاطمه تعيشي، الامر لله. يا مين يجيب لي اليوميه من عند صاحب الطاحونه؟ الراجل روح قبل الفطار وقال لي ابقى افوت عليه بالليل. انا معدي على الطاحوني وانا مروح، بس يعني ما ملكش اعدي النواحي دي الليله. كل سنه وانتم طيبين، موسم بقى. طب انا ممكن اروح معاك اجيب اليوميه بتاعت ابو العيله واديك اجرتك بالمره يا عم زناتي. شوف انا مشروع لي ان اضربك واعدمك العافيه بالقانون، بس انا برضو بقول الوقت لسه ملكينا يا محروس. أنا ممكن دلوقتي أكلم جناب المأمور وأقول له أنا اتنزلت عن البلاء والبهايم رجعت والمسامح كريم وأنا سامحت. يا واد أنا مش عايز أظلمك، أنا بحبك، ده أنت زي أخوي. أنا ملياش إخوات وأنت مش زي أخوي. اسكت يا ول، اسكت يا محروم. لا مش هسكت ومحدش يقدر يسكتني. أنا ممكن أبيع لك يا عمدة ماشي، بس برضايا وبخاطري وبالسعر كمان اللي أنا أقول عليه. ما تفتريش عليا يا عمدة وتاخد أرضي كده بالعافية. عافية؟ اخرس يا واد يا حرامي يا نوري يا ابن الكلب. والله ما حد حرامي ولا ابن كلبك لك انت يا عثمان. عمر يا واد انت البندقية انت وهو، وصوم على الهدف ده. ورا بندقية يا عمر. يا يا ابن الكلب اجري وراه، هاتوا ابن الكلب ده امسكوه موتوه، هاتوه عشان اموته. اجري يا واد انت وهو. كلهم جريوا. فين مبروك؟ مبروك جريوا كمان بقى كده. مبروك الواد هرب. ايوه هرب ابن الكلب. والله كنت هموته يا عمد. المهم انت اقعد اقعد. الف سلامه ليك يا عمد. يا ابن الكلب قول لي الطلقه جات لك فين؟ ما جاتش فيا، جت جنب دراعي كده. الحمد لله. طب بقول لي ايه؟ اربط لك صباعك عشان الناس. بقول لك ما جاتش فيا، اربط لي دراعي كله. طيب هاتولي زناتي عشان يطببني. قلبي عندكم يا فاطمه. يومية ابو العيلة هي الراجل صاحب الطاحونة اديها لي بالعافية. قال ايه؟ بيقول ان ابو العيلة عطله في يوم موسي. ايه الراجل عديم الرحمة دي؟ يعني هو ابو العيلة يعني كان قاصد يجزع رجله على المكنة بتاعته يعني، ولا كان قاصد؟ فين الراجل ده؟ ما تاخديش بالك يا ست فاطمة، الناس خلاص بقت على الفلوس مشعوري. يعني هو ابو العيلة يعني كان قاصد يا عم زناتي ولا كان قاصد؟
اقصد لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. يلا يا ست فاطمه، ورايا شغل سايبه عشان خاطر جوزي. خد يا عم زرقتي، تشكر الف شكر. ايه دول يا فاطمه؟ ايه شويه. اقول لك بلاش خالص احسن. ليه بس يا عم زناتي؟ خلاص ولا تزعل نفسك، خدهم كلهم لو ده يرضيك. كل اللي معاك دول يا دوب ابقى مسامح في الباقي كمان. كمان؟ طب بس والنبي يا عم زناتي تسيب لي 3 مقلب، إلهي يا رب ربنا يسترها معاك لحد بعد العيد بس، وأنا رقبتي سداد هيبقوا دين في رقبتي والله لحد بس بعد العيد. يا زناتي! أنت فين يا دكتور زناتي؟ ده أنا قلب عليك الكف. ليه خير؟ 3 مقلب والنبي يا عم زناتي الله يسترها. ما تستني بقى يا فاطمة ما نشوف في إيه؟ في إيه يا عم أنت؟ فيه إن أنا عايز 3 مقلب كمان، إشمعنى هي؟ ولا يعني عشان حلوة قوي خالص؟ ما تحترم نفسك يا غفير أنت! جرأة إيه؟ هو احنا سكتنا له دخل بحماره ولا يعني سكتنا له دخل بحماره؟ انا وديني ومعبود المره اللي فاتت ما رضيت اقول لابو العلي عشان انا مش عايزه مشاكل، لكن المره دي انا هقوله اخليك كسر عظمك. ولا انت ايه يا ناشر غفير العمدي؟ حد كلمك يا ست انتي؟ انا جاي لزناتي، هم فوت يا زناتي في يومك المطين ده، العمده عثمان مضروب بالنار. ايه؟ هم فوت بالعجل. يا عم زناتي 3 ملم والنبي يا عم زناتي. يا خيبتك يا فاطمه، يا خيبتك يا فاطمه. عايزة وابور وعجلة حديد تجيب الغرايب من بلاد بعيد، عايزة وابور وعجلة نحاس تجيب الغرايب من بلاد الناس، عايزة وابور وعجلة حديد تجيب الغرايب من بلاد بعيد. ايه يا عمدة خير؟ ايه اللي حصل؟ ضربني بالنار ابن الكلب. ايوه والطلقة جت فين يعني؟ جت جنب دراعي كده اهو. جنب دراعي كده اهو؟ ايوه يعني انا عالج ايه دلوقتي؟ عالج جنب دراعي كده اهو. يا عمدة دراعك دراعك في حاجة؟ ايوه اهو دراعي بقى من ساعتها عامل كده اهو، كل ما اجي افرده كده ما يتفردش، اجي افرده كده ما يتفردش، ما بيتفردش كده خالص. اتصرف انت بقى. ايوه ايوه هي ضربه النار بتوجع انا عارف، استحمل هي مؤلمه حبتين. اي استحمل يا عمدي. اي معلش هي بتوجع. اه الحمد لله اهو اتفرد اهو. ايدك فيها الشفه. تشكر يا عمدي، ابعد عن الحوادي والتقالي. ماشي. اي خدمات مني تاني يا عمدي؟ هات يا بيت. ايه ده كله ليه؟ ليه؟ خد قرش اهو وحسك عينك تقول الطلقه ما جاتش في دراعي. هقطع خبرك. الطلقه جت في دراعك يا عمدي، ما تقلقش، الكفر كله هيبقى العلم. الطلقه جت فين؟ في دراعه. الطلقه جت فين؟ في دراعه. بالاذن. والحمد لله رجلي خفت. ايوه سلامتك يا عمدي. ما سمعتيش؟ قال لي ابعد عن الحوادث. قال لك الطلقه جت فين؟ في دراعه. قال لك الطلقه جت فين؟ في دراعه. قال لي ابعد عن الغباوه. حلوه. يا بيت يا بيت انطقي وقولي لنا الواد ده مستخبي فين. طب حتى قولي لنا هو مستخبي فين؟ يا بيت احنا تعبنا من اللف، دورنا في كل حته، دورنا في كل خون، في كل كون، في كل مصيبه. وبعدين بصي انا عايز اطمنك، اطمني خالص، حطي ببطنك بطيخه صيفي، هو بعون الله رايح في داهيه. في داهيه يا رايح، رايح في داهيه اهو طمنك اهو. قولي بقى خايفه ليه؟ خايفه ليه بقى؟ ولا تكوني خايفه ليه بقى؟ ما هو الرئيس طمنك وقال لك ان الواد محروس بعون الله، رايح في داهيه رايح في داهيه. يا بنت انطقي بقى. داهيه ده خدكم انتوا والعمده اللي مشغلكم. ايه حلوه. هو كان عمل لكم ايه يا ولاد الكلب؟ بقى انتوا اللي كنتوا تقعدوا تتسهروا وتتسامروا وياه وتشربوا الشاي من ايديه؟ خلاص العمده عملكم كلاب تاكلوا في الغلابه وانتوا عميانين؟ ما يصحش كده يا مناره. عيب. سيبيني ياما، سيبيني اعرفهم هم ايه. اخرسي، محدش هنا لا يزعق ولا يهت ولا يبت. يا بت احنا مين يا اختي؟ ها احنا مين؟ انتوا شويه بولخ في رجل العمدة. بولخ؟ نسيتوا صاحبكوا يا كلاب يا خونه؟ بولخ رسيت لبولخ. انت بولغ؟ انا سنجاب. تبقى بولغ مين انت؟ يا ريس يا ريسنا، انت
تبقى بلغي. لا اني واعي. الريس بلغي؟ دي شتيمه. شتيمه واحنا في مأمورية ميري. لا بقي معلش، دي تبقى شتيمه واحنا في مأمورية ميري. هي. مش كده يا ريس؟ ايوه شتيمه في مأمورية ميري وهتروحي في داهيه. انت عارفه يا بت يا جهله، عارفه شتيمه في مهمه ميري معناها ايه؟ ها دي معناها كبير قوي. قول لها معناها. معناها ايه يا ريس؟ قول لها. انا مش عارف. ايوه معناها ان احنا في مهمه رسميه وانت غلطت فينا. هتروحي في داهيه. ما تاخذوهاش والنبي على كلامها الناشف دي، اصلها يعني خلاص خلاص خلاص، لا اصلها ولا فصلها ولا فصلها ولا اصلها. لا كده ولا كده. غفر غفر سلاح للخال فضور. انصرار غرو داهيه تاخدكو. هو محروس كان عمل ايه يام؟ كان عمل ايه؟ يعني هو الغلبان ملوش نصيب يفرح ولا يعيش مرتاح في البلد دي؟ ان شاء الله خير يا بنتي. هو ربنا شايف وعارف، هو قادر على كل قادر، هو عزوة الضعيف وسند المظلوم. محروس ضاع يام، محروس ضاع ضاع. شفتوا في امك نامت جنبهم واني صحت من شخيرها. سلامتك يا ابو العيلة. قالوا ايه؟ ما يقع الا مين يا شاطر؟ يا شاف يا عافي. قالوا ما يقع الا ابو العيلة. صح يا شاطر؟ ما تضحك يا شاطر. الف سلام عليك، الف سلام عليك. نهار شاشة يا ابو العيلة، مش عايز تنعس؟ تاني نفسي. تلاقيك مش قادر، تنقح عليك رجلك. مش قوي يعني. لا بتنقح. سلامتك يا اخويا. بقولك يا فاطمة، قول هو في اكل في الدار؟ ايه يا حمتي يا حمتي، احنا ما تسحرناش وفي اكل والله يا ابو العيل. انا بسأل عشان امي والعيال. الواد زناتي المعفن ياخد السبع قروش اليوميه كلتها عشان جبيره معفنه زي دي. معلش يا اخوي، فتاخد 700 واذا كان على الاكل فمك ربنا يا رب يبارك لها في عمرها وصحتها لقمه بس تحييها كده من الموت، وهي ما بترضاش تاكل اصلا غير بعد الادام ما يدي. اها يعني ما فيش اكل في الدار؟ فشر، في اكل طبعا. كوزين دورة ناشفين. تصدق يا فاطمة وحشني علف البهايم بتاعك دي. امشي. طب شوف بس فاطمة كده لما تحطهم في شوية مية مغلية وتروح سقطهم فيها كده وبعدين تهرسهم بشوية زيت ورشة ملح، ابقى كلهم بقى ساعتها وقول لي يتاكلوا ولا ما يتاكلوش. لا يتاكلوا يتاكلوا. بس زناتي زناتي ياخد مني السبع قروش كله. يا لهوي يا ابو العيلة، ما خلاص يا ابو العيلة قلنا فداك. انت عارفه يا فاطمه ايه اللي بيوجعني اكتر من رجلي دي؟ خير كفر للشر. انت يا فاطمه كان نفسي تتهني وتستتي معايا والبسك واكلك اللي يستحقوا جمالك وطيبتك اللي انا محسود عليهم في كل حته. خص عليك يا ابو العيلة، وانت كل حين ومين تفتكر الكلمتين دول وينقحوا عليك تقوم قايلهم لي على طول؟ أنا اللي محسود عليك، محسود على تبتك معايا وحنيتك عليا، من ده كل أهلي وناس، أنا ماليش غيرك يا راجلي يا عيالي يا جراسي. يا زناتي يا ابن الجزمة. زناتي ده وقته. استني يا بنت، استني استني، أنا معايا فلوس. استني. فلوس؟ فلوس ايه؟ انا رايح ايه؟ فلوس ايه يا ابو العيلة؟ انت واجع رجلك خبل مخك ولا ايه؟ الست راوية، الست راوية جات لي الطاحونة وادتني بشيش عشان العيد.
راويه سرعت فين الفلوس وراويه تديك بقشيش ليه يا ابو العيله ما هي كانت جاتني الطحونه وبعدت حنان بشوال سن عشان اطحنه لها تطحنه لها سرعت فين انا حطيتها فين الفلوس دي وايه اللي تطحنه لها دي كانت حته كبيره باريزه كبيره باريزه ايوه حته واحده باريزه دور كويس يا ابو العيله والنبي حتى ما غيرتش هدومك دور يا ابو العيله كده تحت رجلك دي حسبي يا بنت رجلك الثانيه حسبي يا بنت بقول لك مش عليه كل شويه وانا في الخناقه ايه خناقه ايه خناقه انا قلت خناقه انت تقول لي كلام يا ابو العيله انا قلت زحمه في زحمه الطاحونه في الهوجه بتاعت الموسم يا ربي كناش كده بحسد للدار يلا الحمد لله الحمد لله النبي جامعتنا دي ب100 باريزه كله من الواد زناتي ابن الجزمه زناتي تاني يا ابو العيله مناره بنتي يا مناره يا اختي مناره ايه ده انت اسمك سبب وكستك على الاخر انت يا بنتي يا حلوه يا مناره اهلا ام مناره قلبي عندك يا حبيبتي اهلا يا حمديه اتفضلي يا اختي عندك فين حبيبه قلبي وقره عيني أول ما عرفت يا أختي إنك تعبانة جيت لك على طول ما تزعليش نفسك يا حبيبتي هم الحلوين كده يا أختي المحسودين على طول زي بالظبط يا بت أنا كمان النصايب نازلة ترف ترف على دماغي هنعمل إيه للناس هنعمل إيه للبني آدم في ظلم أخوه البني آدم الناس دايرة يا أختي تظلم في بعضها وتخبط في ظهر بعضها تعرفي يا مناره وملكي عليا حلايف اول يا اختي ما سمعت بالشده اللي انت فيها جت لك جري وسبت اللي في ايدي تسلمي وتعيشي يا حمديه يا اختي رمضان كريم بقى وكريم بناسه بقول لك يا ام مناره اني صايمه يا اختي وريقي ناشف ما تلفيني شويه ميه باللي ريقي يو خدي يا اختي قلتكوا حلوه يا اختي شري حد بيجف في سيرتي بقول لك ايه يا مناره انت يا بنت حبيبتي وامك وابوكي حبايبي يا بنت من زمن ايه ولا الواد محروس وامه وابوه الله يرحمهم يا بنت ابو الله يرحمه كان منين ما يشوفني انا وجوزي وعيالي هوب على قفا يا قفي على قفا جوزي قفي ايه ولا ام الله يرحمها ويحسن اليها ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغي اول ما تشوفني تقوم تف علي خيرهم كان مغرقنا يا بنت صحيح يا حمدي خيرهم كان مغرقك وفاي يبقى ليه بقى ليه بتعملي كده يا حمدي بعمل ايه يا بنت فيه ايه بعمل ايه ياك فاكره ان انا مش فاهماك وفاهمه لفك ودورانك ده لفي ودوراني انا لفيت ودورت يا اختي انا مش قاعده قدامك ثابته في مكاني اهو ايه ده ليه ظلم الانسان لاخيه الانسان كده عيب عليك بتظلميني ليه بقول لك ايه يا حمدي محروس احنا ما نعرفش مطرحه روحي بقى بلغي العمده اللي بعتك تلفي وتشمشمي شمال ويمين عيب عيب كده يا مناره يا بنتي ولعلمك لو اني اعرف مطرح محروس مش هقولك ايه رايك بقى ايه اخص عليكي ثلاث اخصات اخصتين اخص بقى انا يتظن فيا الظن الاعور دي واني صايمه وتعبانه وجايه طل عليكي اخص اخص ما كانش العشب بس كفايه كلام بقى لحد كده ما تزعليش منها يا حمدي انت عارفه اللي حصل لها ده مش شويه يا اختي زعلانه وقلبي مكوي منها منك لله واني صايمه كده واني صايمه منك لله يا مناره زي ما ظلمتيني يا مناره وانا سايبه العيال وجايه طل عليكي منك لله انت يا اختي انت عايزه مني ايه اشق هدومي ولا ولع لك في نفسي قومي قري يا وليه قري يا كلبه العمده قري قري ده هيتاخدك قري يا وليه اتسقي خرجي بره بس يا لهوي بتزقني يا ماما نارة بس يا بتزقني يا منارة اللي هي تترمي في مغارة ماشي يا منارة انا بتزق انا اتزقت خلاص بس هدي خلقك بقى لا تحصل لك حاجة خلينا في مصيبة واحدة لطف بينا يا رب انا مش فاهم هو مش بعت الغفر الكلاب بتوع دول قبل كده يسألوا ويشمشموا بعت الكلبة دي ليه كمان نار يا ولاد نار عايدة في رجلي معلش يا ابو العيله سلامتك من الاول وجع يا اخوي هي ما دام بتنقح عليك يبقى هتفش وحطيه بعون الله معلش يا اخوي استحمل كده استحمل يا فاطمه استحمل العوافي العوافي عليك يا حنان ايه من رجلك يا اخوي الف سلام خير بي وقع من على عبور الطحين امبارح بحول الله يا رب الف سلامه يا ابو الولاد الله يسلمك يا حنان تعيشي
قال انت عرفتي منين يا حنان؟ انا والنبي يا اختي ما عرفت خالص، دي الست راويه بعتني لابو العيلي عشان حبه الطحين اللي في الطحون. ايوه 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 دول في الطحونه انطحنوا والله، بس الوعي ما خلتنيش اروح اوديهم ليه؟ يا حول الله يا رب، دي انت توديهم انت عشان تاخد حسنتك. ايه طب خلاص يا ابو العيلي، انا ممكن اروح اجيبهم من الطحونه اوديهم ليه؟ تقال يا اختي تقال على المشوار من الطحونه لحد البيت، داني وديتهم مع الست راويه في الكارته وتعبت فيها. تقال عليك يا فاطمه اه رجليش يا اخويا ولا تقال ولا حاجه، انا هاجي معاك يا حنان البس بس واجي لك استنين. حاضر يا اختي. العافيه يا خال. ايه ابو العيله ماله؟ سلامتك ألف سلام. ألف ألف سلام. قوم قوم يا أختي قوم. ألف سلام. جرالك حاجة؟ الله يخليك يا عمدة. طب وريني كده. الله يخليك يا عمدة. بس نطمن بس لو في حاجة يعني ولا حاجة. سلامتك أنا تمام الحمد لله. ألف سلام. جيت سليمة الحمد لله. طب مش عايزة حاجة؟ الله يخليك يا عمدة. يعني أي حاجة. الله يخليك. ألف ألف سلام. هي مين دي يا مبروك؟ دي بنت فاطمة، مرات أبو العيلة الطحاني يا عمدة. إيه؟ ويا مرات ابو العيله دي متجوزه؟ امال ايه يا عم؟ ومتجوزه مين؟ ابو العيله يا عم، ابو العيله برضه. ماشي يلا. الف سلام. يا سلام فيك. ايه المناظر دي؟ ايه دي؟ ما شاء الله الاهرامات الثلاثه فوخه وفخرع ومنخرع. جاتكوا 60 نيله. اطلع. بنت حلوه مبروك. روح انت الزريبة يا ابو حليم. اهلا يا سعاده الباشا. ايه النور ده؟ اهلا يا باشا. الله يعزك يا عمده. وتقول لي لغو الالقاب، المقامات محفوظه برضه، منور والله. وجودك يا عمده. انا عايز اعرف اللي حصل. ايوه طبعا حقك تعرف اللي حصل. احكي لي بالظبط اللي حصل من غير زياده ولا نقصان. انا احكي لك انا يا سعاده المأمور. الحكايه وما فيه ان الواد محروس ابن ابو سالم ده واد مشوا عليك حبتين. ام العمده الله لا يسيئه. قال لك انا هعدل حال الواد واخليه مش حوج ولا حاجه. جاب الواد وخده من ايده من كام يوم وراح خطب له بنت من البلد وخلى البنت تحبه كمان. ده دخلتهم كانت بعد بكره على طول. طب ايه اللي خلاه يعمل كده في العمده؟ بعد عنك. الواد شيطانه صاحي وضميره ميت والعوج يتنوا عمق طول عمره. الواد شيطان وزه. راح سرق البهايم. العمده الله يكرمه جاب. ولا طه محروس قول لي يا حبيبي انت خدت البهايم؟ قول يا واد قول خدت البهايم وديتها فين؟ قول يا حبيبي لو كنت بعت البهايم قول انا بعتهم لمين وفين واحنا نروح نجيبهم يا حبيبي ما فيش اي حاجه. قبل واد بعد عنك روح حابب فينا وقول لك مالكوش حدا بهايم انا ما خدتش بهايم من حد. تخيل يا سعاده المأمور ده واد مستبع بقى. ده الواد ده صعبان عليا بالقوي. ده انا اللي مربيه. ايوه ما هو شر تعمل خير تلقى. ايه اعدل قصدي خير شر تعمل خير تعمل شر تلقى. شرق الدلتا. طب فين الغفير اللي الواد ضربك وبندقيته؟ اهو الغفره كلهم موجودين اهم. اقف يا واد انت هو انتباه عشان جناب المأمور عايز يسالكوا في اللي حصل. لا مش محتاج اسئله هاخدهم معايا المركز بصوم هناك. طيب بقى في ايه يا نيله مالك؟ ده بالمؤاخذه يا حضره العمده انا زي ما تقول كده بطني بتتفرتك. طب امشي 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 ده هيزروطنا. انا بقول جنابك يعني ناجل حكايه المحضر ده لبعد الغداء. غدا ايه يا عمده؟ احنا صايمين. ايوه صحيح ده انا ما اكلتش من الصبح. يبقى بعد الفطار. ماشي يا عمده قول السحر سوا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالشفا ان شاء الله يا ابو العيله. والله الحمد لله شيخ محمود الوجع هو كان حبي. قول الحمد لله يا رب العالمين. نحمده ونشكر فضله على كل شيء. حمدت ربنا انت على كده كذاب في اصل وشك. ايه لا حمد ربنا ولا شاكر فضله ولا تعرف نعم ربنا عليك من الاساس انت يا ابو العيله. لعنه الله عليك وعلى امثالك من العته والمهمشين. ليه كده يا شيخ محمود؟ ايه لسانك دي؟
دي مهلتة ولا تهزيه؟ ولا كل الصعيدة لسانهم زيك كده؟ ياد يا ترس، ياك الحمد والشكر بالكلام والزنطرة، بالإيمان يا قليل الإيمان، بالإيمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل، فاهم يا أبو رجل عايزة قطع أنت؟ لا يا شيخ محمود، أنت جاي تقرا على طيبان رجلي ولا على قطعيه؟ أها عارف أنت؟ لو رجلك دي تتقطع وما تعرفش تمشي بيها تروح القهوة تلعب بيها قمار مع المقاطيع اللي هناك دول أحسن. قمار إيه بس يا شيخ محمود؟ مين لا؟ دي تسالي كده، وكان يعني اللي بيخسر بيحاسب على المشاريع، مش قمار خالص. بس والنبي يا شيخ، ما تجيبش سيرة القهوة واللعب قدام في قطنة. الكلام ده شوف ليه معيش مرتك تعرف؟ ها؟ ليه معيش فاطمة تعرف؟ يا قمار يا ابو العلم، الا ما تلعبوه على القهوة انت والمقاطيع ده وتضيع فيه الفلوس، اسمه قمار وميسر، حرام. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا حاج الركع النية، وانا والرجالة اللي بنضيع بنلعب ضمنة، ما حدش فينا بيبقى قاصد. لا والله نيتكم بتبقى سليمة، بتقعدوا تلعبوا انتوا قصدكم تقروا جزء تبارك يا بارد يا يود. فلوسك اولى بيها عيالك وبيتك. ابوس ايدك يا شيخ، خف علي، خف يا شيخ محمود، وما يبقاش وجع رجلي وجع لسانك اللي بيحدف بولخ دي. انت شايف اللي انا فيه يا اخي، دعيلنا دعوه حلوه ياكش ربنا يشفيها لي. والله دعيلك يا ابو العلا يا ولدي، ربنا يصلح حالك ويشفيك ويوسع رزقك ويلهمك الهدي والرشاد. عارف رشاد؟ امين يا رب، امين يا رب. يلا اقوم انا الحق صلاه الجمعه، ان شاء الله الوجع حيكنك منها بابي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك تتجدعنش كده وتسترجع وتتحمل على رجلك دي وتجي تصلي معنا ركعتين الجمعه، يمكن ربنا يشفيها لك قوام قوام. ازاي بس يا شيخ محمود؟ ما انت شايف اللي انا فيه. البركه فيك انت، روح انت عشان ما تاخرش، وبقى ادعي لنا دعوتين. والله يا شيخ لولا خطبه الجمعه ما كنت سبتك تتحرك من جنبي دقيقه. لا والله عارف انا يا ابوي، والله عارف. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه ايوه ايوه، هنا يا فاطمه كتر خيرك، ابقى اوديهم انا. هنا ده ايه؟ الشوال ده دلوقتي يخش على اوضه الخزين. طيب هاتي عنك بقى يا فاطمه. هي اللي توديه، وانت خليكي هنا عشان عايزاكي. طب معلش يا فاطمه توديهم انت؟ بعد يا حبيبتي ما تدخلي الشوال اللي بيطلعي فوق عشان تنضفيه للمقعد، وبعدين تنزلي تعجيني وتعمليه فطرتين. اصل انا بصراحه نفسي في الفطير. حاضر يا ست. معلش يا فاطمه، هو رزقي يا اختي. يا اختي هو حد يقول للرزق لا؟ احمدك ونشكر فضلك يا رب. على مهلك على مهلك. شهالي، اللي جاب البيت دي هنا؟ لو انت مدريتيش يا ست. لا مدريتش. اصل ابو العيلي جوزه وقع امبارح من فوق وابور الطحين ورجليه اتجبرت، فاني قلت يعني. طب بس انت هترفعي لي الضغط؟ بيديها ثلاثة ساخ جتك القرف انت وهي. ثلاثة ساخ بس؟ يا لهوي بالي، قالوا عايزاها تشيل وتحط وتعجن. يلا اديها هني حته بخمسه من معاي، جبت غلبانه برضك. أبا أبا عاوز اسليه. بس يا ولي احنا في رمضان. افرد رجلي.
ولقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر، بل ومن أكبر الكبائر، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ثم جلس وقد كان متكئاً، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. فيا أيها الإخوة الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم وشهادة الزور، فإنها تنتصر للباطل على الحق، وتنتصر للكذب على الحقيقة. فلا خير في أمة توارت فيها الحقائق وتعثرت فيها الحقوق. حنان، حنان. ايوه تعالي حنان. ايوه النبي حنان، الهي يا رب ربنا ما يسيئك. اطلعي لحد الست قولي لها بس ان انا خلصت شغلي كله. كتر خيرك يا فاطمه، امسكي، هي سايبالك دول معايا. كم دول؟ اهدى يا حنان، كل ده عشاني؟ دول اقل من تعبك وشقاك يا فاطمه. دول فضل وعدل من ربنا يا حنان، نحمدك يا رب ونشكر فضلك عالم بحالي. الهي يا رب يا ستي يعمر بيتك ويوسع رزقك، امين يا رب. طب يلا بقى روحي لابو العيله والعيال، احسن دول زمانهم مستعوقوكي على الاخر. ربنا يخليكي يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاني عليكي، بنت فرحانه فرحه مجنون. ويقول ايه بقى الشيخ محمود في خطبه الجمعه دي؟ هو كلام فارغ يا عم، ده عمال يتكلم عن الكفر والكفر واعداء الدين وكلام من ده. يعني هو مش هيشيلنا من دماغه؟ هو ما وراهوش غيرنا ولا ايه؟ ما جابش سيرتك خالص يا عم، ده يقدر؟ يبقى بيلاح بالكلام. ما يلاح، سيبه يلاح زي ما هو عايز. لما يجيب سيرتك بصراحة العبارة يبقى لنا كلام، ولكل مقام المقال. شوف يا شيخ مبروك، أنا بقول يعني إن خطبة الجمعة دي لازم تتكتب في ورق وتتعرض عليا أنا الأول قبل الجمعة كده بوقت كافي، يعني أسبوعين ثلاثة كده ولا حاجة، أقراها واطلع عليها وأقول يعني إذا كانت تنفع ولا تتغير. مين اللي يقراها يا عم؟ نقراها. ايوه نقراها يا عم، مظبوط. ما هو ده اجراء امني يا عم، لا ومن حقك، مش انت العمده. ايوه وفيه اجراء تاني يعني، كنت عايزك تبعت تجيب البنت فاطمه اهي يعني تساعد حافظها في الدوار. وده علاقته بخطبه الجمعه يا عم؟ لا ده علاقته يعني بينا هنا في الدوار. ايوه ايوه فاهم فاهم يا عم، دي البنت تستمنى يا عم. ايوه مش انت يعني بتقول انها بنت غلبانه هي وجوزها وعندها عيال، اه تسترزى. انا يا حبيبي مش ناقصني حد علشان يجي يخدمني، الدوار مليان خدامين اكتر من الهم على القلب. ازيك يا ست حفيظه؟ اهلا يا اخويا، انت كمان يا ساتر يا رب. يعني قلبي عليك يعني يا حفيظه، يعني بيقول البت يعني لهلوبه وشغلتيه وغلبانه برضو يعني ومش لاقيه اللضه، فانا بقول يعني من ناحيه تخدمك ومن ناحيه تسترزق. تسترزق هي وتبصبص انت يا فلاتي. شوف الوليه بقى وضميرها النيلي يا اخويا، مش بدل ما تتهد وتتقي ربنا كده وتروح تشوف نفسك، يمكن ربنا يرزقنا. انا صاغ سليم يا اختي والحمد لله، الدور والباقي عليك انت. انا مش معيوبه، جربت وعملت كل حاجه ومتاكده اني سليمه. لا الارض هي الاساس يا حفيظه. الارض عفيه وجواده، الركة على البذرة الميتة المعفنة. صلوا على النبي يا جماعة، أمال مش كلام دي؟ قوم بنا يا شيخ مبروك، قوم قوم، دي ناوية على وصلة ردح في يوم الجمعة. يا خويا وانت مراعي جمعة ولا سبت؟ مش بدل ما تتقي ربنا يا عرة الرجالة والعمد، يا بتاع النسوان يا بتاع الخدمين. طب اخدميني انت يمكن ربنا يكرمك. والنبي انا ما عارفه انت مستحملها ازاي يا عمده، طلقها طلقها ام معين بيك حديد. يخرب بيتك وليا يا وليا، نهدي شويه يا وليا، نهدي عني شويه. طلقها يا اخويا وانت تشوف السعد والهنا كله. يلا بينا يا فهيمه، تاكلها باسنانها وتخلصنا منها. يلا هو ده اللي انت فلحت فيه؟ ده بدل ما تجيبها من شقراها وترقعها على الزنقه بنت بيعت الدود دي. بنت بتاعت دود احسن
أكتر من اللي بياكلوا مال النبي وكبدهم اتهرهري كده من أكل الحرام. مبسوط يا سبع البرومبي؟ ماشي يا فهيمي، هتشوفي مني أيام سودي أسود من قرون الخروب. يا حي يا قيوم، بسم الله فعلاه، الشافي المعافي من الباين والخافي، بديع البدع مزكي الأبصار والسمع، بقولت لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم، بسم الله فعلاه، يا رب يشفيك. العفو يا ابو العيلة. الله يعافيك يا فاطمة. اه رجلك. اوف. هي لسه بتنقح عليك يا ابو العيلة؟ والله ما بقيت عارف هي اللي بتنقح علي ولا مين اللي بنقح عليه. يا رب طيبها له يا رب. العفو عليك يا خالي. ايوه يا فاطمة، بتقولي حاجة؟ عوقت يعني يا فاطمة. المشوار مش بعيد يعني. اصل الست راويه يعني بعد ما ودت لها شويه الطحين قصدتني يعني ان انا انضف لها السطح يعني. انا مش سامعه. ايه لو انت بقيتي خدامه بيوت يا بت. ايوه خلاص، ودني صمت خالص باين عليها. خدامه ايه يا ابو العيل؟ وبعدين يعني ما فيهاش حاجه لما اعمل شغلانه واخد اجرتها. ماني يام يامي قبل كده نضفت مع اهل الكفر وعجنت معاهم وخبست معاهم وفرحت لفرحوهم وحزنت لحزنهم وكله كان بالمحبه. ما فيهاش حاجه يعني لما اعمل شغلانه واخد اجرتها. ايه الله يلعن العوزي. يلعنك عوزي. عوزي؟ عوزي ايه بس يا ابو العيل؟ عوزي ايه يا اخوي؟ شوف شوف، ده اني خدت حتى 8 ساغ. خد خلي 3 معاك وخلي الباقي اجيب بيه زواده للدار. خليهم معاكي. انت بتقولي كام دول؟ 8 قروش؟ ايوه 8 قروش. عايز تاني يا ابو العيلة؟ عايز كمان؟ لا عايز اديهم لك كلهم. خليهم معاكي واشتري لك يعني طرحه ولا منديل. انت بالك ياما ما جبتيش حاجه. احنا داخلين على عيد، كل عام وانت طيب. وهو يعني العيد ما ينفعش الا بمنديل جديد ولا بهدمه جديده؟ اخس عليك يا ابو العيلة اخس. ما تاخد يا راجل التلات اسخ تخليهم معاك، يمكن تحب كده لما تخف وتطيب وتقف على رجلك تشرب كوبايه شاي ولا تعزم حد على ازازه كازوزه. ما عازم مين انا؟ لا لا لا، بس كنت محتاج كده بس. يلا يلا. شو محتاج؟ محتاج ايه يا اخوي؟ بعد الشر عليك ملحوج. ولا حاجه ولا حاجه، انا كنت بس كده كنت شاحت تشيري من راجل كده وموعده بقالي شهر بس. سو ماله؟ يصبر يصبر ويصبر. ليه يا ابو العيل؟ يصبر ليه يا اخوي؟ ما تاخد يا ابو العيل فلوسك اهي تديله، والتانك مديون له ليه؟ يغرب فلوس. والله ابدا والله أبداً. ويمين على يمينك يا ابو العيل اللي انت واخدهم اهي اهم، ادفع الدين اللي عليك. والله تشكر يا فاطمه. دي فلوسك يا ابو العيل. يا فطونه يا جميله، كم دول قلتي؟ 8 يا ابو العيل. كده اريح يعني واتشطف واروح اشتري زواده كده للدار. كنت عايزه اجيب قرطاس سكر على قرطاس شاي على شويه عسل. يلا يلا الحمد لله. ماما. نعم يا حبيبتي. عايزه ندغه والنبي يا ماما. حاضر يا عيني. وانا كمان. حاضر هي ندغه واحده، انتغوها سوي. خدي يا فاطمه، خدي خليهم كلهم معاكي. لا يا ابو العيل، انا عايزه قرشين بس، قرشين بس او تلاته بالكتير. عليا الطلاق لا تاخديهم كلهم اهو. سهلك يا ابو العيل، اوعك تديني منهم مليم واحد. بس ما تحلفش بالطلاق تاني يا ابو العيل. مش عايز. طب التلاته ساخ. لا مش عايز حاجه.
مش عايز حاجة؟ انا عايز رجلي الطيب. ان شاء الله تعيش يا ابو العيلة، بيخليك ليا يا اخوي، بيخليك ليا. كده كده تتهجم عليكي لا حيا ولا خشي. حيا وخشة ازاي يا اختي؟ اذا كان العمدة شاف وسمع ولا فكر ياخد لي بطاري ولا يعقلي ولا اي حاجة ومشي. قمت انا طلعله، لما طلعت له قامت نازلة فيا ضرب هي وعيالي. مش عايزة اقولك يا نظيم. يا لهوي، اله يا رب شوطة تاخدك انتي وعيالك الخمسة يا فهيمي. امين. مش بعيد تكون هي اللي عامله لك العمل. ما انا اتلهيت في اللي شفتك فيه اول ما جيت، ونسيت اقول لك الشيخه مدويه قالت لي انك مربوطه بعمل نجس عامله لك واحده. من الواحده دي يا شيخي؟ قالت الله اعلم. هي يا نظيمه هيكون مين غير فهيمي؟ هي اللي عايزه تاذني اذيه الكبيره دي ونجس. ايوه اخص عليكي يا فهيمه، اخص اخي اتفوق. امال فين الشيخ مبروك؟ مش عارف. مش عارف، يا رب ما يتاخر. ايه يا ابو جميل عامل ايه؟ مهموم يا فاطمه، حيره البال تضيع العقول. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه كده بس؟ جاي لي عريس للبيت يا فاطمه. ايه قول كده بقى، قول ان ده هم الفرح والسعادة والسرور، هم ابو العروسة. ايوه هو هم ابو العروسة، بس ولا يفرح ولا حلو يا فاطمة. ليه كده بس؟ اسر اليد يا فاطمة، اسر اليد. اتفضل يا عم. اتفضل يا عالف، خد التمرتين دول حق محرسة الدكان. والنبي يا شيخ مبروك، بس كنت عايزة يعني كوس حلاوة طحينية. يا بس الحلاوة غليت يا فاطمة. ايه غليت تاني؟ هي مش كانت غليت الشهر اللي فات؟ هنعمل ايه بقى؟ حكمة ربنا يا فاطمة. خد يا بيه، خد الكرسي ده، ده للعمدة يقع. حاضر. اتفضل يا جناب العمدة. اتفضل. تسلم ايدك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمد الله يساعدك، شايفك رامح جاري في البلد منا ومنا، قلت ده بيتفقد أحوال الرعية والناس. شوف انت جاي تشتري ايه وهوينا يلا عشان النفس. الحلاوة يا شيخ مبروك. استنى انت يا فاطمة ما نشوف الشيخ محمود عايز ايه. خلصنا يا ابوي. خبرية راح تفط في حلق انت التاني ده، انا جاي فرحان بيه يا ابوي والله. قلت العمدة من خوفه على الناس بيجي زي السلف الصالح رضوان الله عليهم من اللي تولوا أمر المسلمين. انت عايش في غيبوبه ولا ايه؟ احنا فين والناس دي فين؟ ما تفوق. كان الغيور منيهم يتدس كده وسط الناس ويشوف احوالهم، يشوف جعان ولا محتاج يديله، مزنوق يفك زنقته، مستجير يجيره، يشوف عين كده خبيثه بتبص على اعراض الناس وتنهش فيه. فيها ايه يا اسمك ايه انت؟ هي ناقصاك انت التاني؟ هو فيها ايه؟ خطبه الجمعه ما كفتكش جاي تكملها في وداني؟ ولا انت مشتهي خطب وخلاص؟ ما تروح تشوف وراك ايه؟ حاضر يا ابو، سلمت ودانك يا عمده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس براو عليك يا عمده، حبست دمه صحيح. ايوه امال، واحنا فاضيين له؟ خلينا احنا في الحلاوه. والنبي يا شيخ مبروك، بس عايز امشي. ايوه خلينا احنا في الحلاوه. نخلينا في الحلاوه يا عمده. بقول لك ايه يا بنت يا حلاوه، قصدي يا بنت يا فاطمه، أنا استرجيت حضرة العمدة يعني إنك أنت تروحي تدور عنده تخبزي له فطرتين كده على مزاجه. بس أنا يعني لازم آخد الإذن من أبو العيلة جوزي. أبو العيلة مين يا بيه؟ أبو العيلة مين ده؟ اللي جناب العمدة بذات نفسه هيستنى الإذن مني. هو مش أبو العيلة دي اللي أمه كانت بتخدم عند العمدة القديم؟ أيوه هي يا عمدة. وهي عاملة إيه؟ الحمد لله، بس يعني العيا زاد عليه، يعني لا بقت بتسمع ولا بقت بتشوف. لا بتسمع ولا بتشوف، سلمي عليها. يلا يا بت، يلا يا بت، هم هم عالدوار يلا عشان تخبزي الفطرتين. ده انت مرزاقة يا بت والله. بس الحلاوة. حلاوة ايه؟ بقول لك مرزاقة. ما تعتليش هم الحلاوة، أنا هاخد الحلاوة بنفسي
ووديها لغاية العيال في الدار، ومش عايز منك ولا مليه، هو كله على حساب العمدة. يلا يا بنت. بس حلو حكاية ان انت استرجيتني دي، تصدق ان انا صدقت ان انت استرجيتني؟ قول بالحق، روح المركز واشهد شهادة ربنا، قول لهم. حول الله يا رب، هقول لهم ايه بس يا مناري؟ تقول لهم ان محروس ابو سالم ملوش صالح بكل اللي بيحصل ده، لا سرق بهايم ولا ضرب العمدة، وحياة ربنا تروح تقول بالحق. طب وحياة عينيك اللي بتشوف بها دي، مش العمدة هو اللي لفق له التهم دي؟ كده ولا لا؟ اشهد شهادة حق. ربنا ما بيرضاش بالظلم، عمره ما هيسامحك ابدا، لا انت ولا كل اللي زيك، كل اللي بيكتموا شهادة الحق ومحروس معاه ربنا. فينك يا محروس؟ هلاقيك فين دلوقتي يا محروس؟ يا ترى انت رحت فين يا محروس؟ مين الحلوة؟ أنا فاطمة، وأنت مين؟ أنا صعب عتمان. صافيني مرة وجافيني مرة. بجدك إيه اسمك إيه أنت؟ دي هدية؟ فاطمة؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ تكون بعمل إيه يعني يا حسان؟ واني بشتري حاجه من دكانه الشيخ مبروك، لقيته بيقول لي تطلعي تتو اللحظه على دوار العمده عثمان تعملي له فطرتين علشان خاطر العيد. كنت هقول له لا يعني ولا هقول له لا؟ استرها معاها يا ربي، دي غلباني. بتقول ايه يا حسان؟ معلش ما سمعتكش. لا يا فاطمه ما تاخديش في بالك، ده انا كده احب اخد ودي مع روحي يعني. بقول لك ايه يا حسان، ينفع اطلب منك خدمه كده يعني لوجه الله؟ من عينيا يا فاطمه. ينفع بس تروح لحد ابو العيله كده يعني تبلغه بس انني هنا؟ قالني جيت من غير ما هو يعرف، وهتبقى مصيبه سوده لو هو معرفش انني هنا، مش هيعذرني وهيستعوقني وهيقلق عليا. طب ايه قولك انت تشهلي وتجري على داركو وتقولي له كل اللي انت عايزاه بنفسك؟ يعني هتروح له ولا مش هتروح له يا حسان؟ يا فاطمه خلاصي اوامك اوامك وروحي على داركو، وانت لسه هتستني لما اروح له واجي له. يا رب. لا ما حدش يخاف ولا يقلق، دي تلاقيها ست فهيمه بتولد، انا عارف الصوت ده هو. والنبي والنبي يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اما الست فهيمه دي طيبه طيابه، يا رب ينتهى بالسلامه يا رب. اه والله انت لسه هتدعي لها وتشكري فيه، ما تقومي تروحي على داركو يا فاطمه. هي الوليه دي بتصوت ليه كده؟ يوه دي زي ما تكون بتطلع في الروح. لا يا ست، لا هي ما بتطلعش في الروح ولا حاجه، ده هي بتولد. لا يا رب ربنا ينتهى بالسلامه.
انت مين يا بنت؟ ومين اللي جايبك هاني؟ أني جناب العمدة بعتني يعني عشان أخبص فطرتين وأساعد في شغل الدوار وكده. أنت مرات الواد الطحان؟ أيوة يا ست، أني فاطمة مرات أبو العيلة الطحان. أيوة صح. طب شوفي كنت بتهببي إيه وكمليه. حاضر يا ست. ماشي يا ابن ستة العرجة. هي أم جناب العمدة هي حسان كانت عارجة؟ إيه يا فاطمة دي؟ هو فيه كده؟ الست بتقول أي كلام بتفش بيه غليه. قومي أنت خلصي وروحي. يعني هتروح لأبو ليلى ولا مش هتروح؟ ما تروح يا حسان، إيش هالكده؟ من عيني يا فاطمة، من عيني، بس خلي بالك من روحك. يا حلاوة يا ولاد، ده جاي بدري أهو. إيه يا حفيظ؟ طبعًا، لازم تيجي على أسنانك عشان تتفرج على الوظوظي اللي جايبها علشان تعمل لك فطير العيد السعيد. ايه يا وليلة التخاريف دي؟ ايه وظوظة وعيد سعيد والكلام الفارغ ده؟ بنت يا فاطمة، انت يا بنت تعال. ايوه حاضر. ايوه جاي حاضر. تعمل يا ست. تعالي يا بنت اتضيري كده وفرجي العمدي. رايح يا وليه يا الجنان ده؟ مش معقول كده قدام الشغالين يفتكروا انه بجد. روح يا بنت انت شوفي شغلك. روح. حاضر يا جناب العمدة. اتقصعي يا بنت وانتي ماشية. مكسوف يا عمدة ولا ايه؟ انا قلت تصلي صيامك. رايح يا وليه انت؟ واما انت يا اختي بتغيري قوي كده؟ طب غيري من اللي كل شوية تصرخ وتطلق وتجيب عيل وهاتلنا ان شاء الله حتى بورص. يا اخي اتكسف على دمك شوية. اتكسف انت على دمك وبطلع احسن ابوظ لك سنانك دي، انا حفلني في وشك خالص. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ طيب خلاص عرفت. بصي قدامك يا بنت. خير يا عثمان؟ هي حفيظه عملت حاجه؟ حفيظه؟ لا حفيظه دي بلسم يتحط على الجرح يبرد. لو انت جاي في عز النهار كده على عين الرايح والجاي عشان تقول لي حفيظه عملت حاجه؟ ايه؟ ما تقعد وتهدى كده يا عثمان. مالك يا ابو ناس؟ الله يا سيد. يا سيد انا عارف ان انت عقلك يوزن بلد وابو المفهوميه. ليه بقى قله العقل دي؟ فيه ايه؟ يعني عايز نعرف انك اتخذت بالنار امبارح من واد هجام ولا جيش اشوفك؟ انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ يعني انت جاي تعزي؟ سلمة يا اخويا الحمد لله انا بخير. هو خدش بسيط كده. وبعدين الواد ده لا مجرم ولا دياوله، ده حته واد ملوش عازه، بس يعني قله عقل منه كده خطف البندقيه من الغفير وداس على الزناد. انا كنت هشيع لك بخصوص الموضوع ده، بس اللي بيني وبينك ما ينفعش حد خالص يعرفه، برضك الحرص واجب. اهلا يا سيد منور. يا ما نفسي اعرف ايه اللي بيناتكم ومحتاجه استحراف. بتخططوا لايه بالظبط؟ انت اتخبلت يا وليه؟ ايه الهبل اللي بتقوله دي؟ ايه يعني بنخطط لايه؟ بنخطط لجريمه ولا جريمه؟ عاجبك الكلام ده يا سيد؟ شايف اختك وعمايلها واقفه بره تتصنط علينا وكمان فاهمه ان احنا قاعدين نخطط لحاجه لا سمح الله غلط. انت مش هتبطل يا حفيظه اللي بتعمليه ده؟ عيب، ده بقى العمده وليه مكانته برضه. ايوه يا اخويا طبعا، ما انت لازم تحاميله، ما انتوا الاتنين زي بعض. بقول لك ايه؟ ما تقومي تعملي لنا شاي. لا انا مش هشرب شاي. انا لازم اعطر على الواد ده واجيبه. لحد عندك هنا يا عمده. عشان الموضوع ده يخصني برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت ان شاء الله امتى ان شاء الله ناوي تخليني اتكلم في التليفون؟ لما يرن. هتكنينا فيك وفخوكي عيلة واطية. بس يا واد بقى انت وهو بس يا بنت برجع اخوكم عشان ينام. اما الواد ابن الست فهيمة دي عيل مخت والله، مولود في يومين زي الفل. ايوه يا اختي كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. ايوه خلصتي ولا ايه يا حمديه؟ هتمشي؟ ايوه امشي، خلصت الطريحه اللي في ايدي. اقعد في الخربانه دي اعمل ايه؟ يشندلها ما يقندلها حفيظه.
طب ماني كده همشي امتى؟ ده الدنيا ليلت خالص. لا يا حبيبتي ما تفكريش ان انت تمشي دلوقتي خالص، عشان لسانك دي اللي طول كده جايبلك الكافيه. انا لساني جايبلك كافيه ليه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ والله قلتي حاجه غلط. الست فهيمه ست حنيني، الست فهيمه ست طيبه، الست فهيمه ربنا ينطحها بالسلامه. ايه طب وايه اللي في الكلام ده غلط؟ كله غلط، عشان الكلام ده بيسم بدن حفيظي. استغفر الله العظيم يا رب، والله يا ابهد ربنا العالم بنيتي، انا ما كنتش اقصد خالص. بس يا واد يا خامس حابس عليك من العين حابس. ايوه افشخي بقك بالضحك، افشخي بقك وخليه وسع كده. عارفه الكلام اللي بيضحكك ده؟ ايه؟ سياخ محميه بتخش في ودن حفيظي، السياخ دي ممكن تكويكي بيها بعد كده. احفظنا يا رب. حطك بعافيه، ما تنسيش تحلبي الجاموسي. ست فهيمه، ست فهيمه، خلي ست فهيمه تنفعي. جاموسه ايه؟ هو انا كنت ناقصه الجاموسه؟ يا غلبك يا فاطمي، داني خلاص قلت انني خلصت وخلاص هروح لعيالي. الله يجازيك يا جاموسه، يعني كان لازم انسى حلبك؟ طب انا نسيت، انت مش تفكريني. يا ترى انت عامل ايه يا ولادي؟ ورجلك عامله ايه؟ يا غلبك يا فاطمي. يعني ايه يا حسان؟ ركبت هناك؟ يا ده يا دو ايه؟ انت عامل ايه يا فاطمه؟ وهي يا فاطمه مالها؟ دي حكم القوي يا ابو العلي. وبعدين يعني بيني وبينك كده كلام في سرك، ما تخليش فاطمه تهوب نواحي دوار العمده تاني. انت ليه بتقول لي الكلام ده يا حسان؟ انت شفت حاجه كده ولا كده؟ لا يا ولي كف الله الشر، ربنا ما يجيب حاجه وحشه. بس اصل يعني الوليه مرات العمده دهيا اجارك الله، لسانها زي الفرقله وايدها سبقاها، وفطني ملهاش في قله القيمه دهيا. انا صحيح يا حسان، هو الولا محروس ابو سالم ضخ العمده وهرب حقه؟ بقول لك ايه يا ابو العلي، انا كنت جاي اطمنك على فطني يا اخويا، وديني طمنتك. شده وتزول يا اخويا، فتكوا بعض. استنى بس. لا ولسه بدري يا فوزية، ماشية ليه يا أختي؟ فوزية؟ هي ما تأخذنيش يا حجة، أصلي سايبة العيل لوحده، لازم ألحق أرضعه. معلش، هي خلاص، ودانها خسعت على الآخر. الله يكون في عونك وفي عونها يا أخويا، أنا عذركم، ودانها خسعت، قامت ما بقتش تشوفني؟ فوتك بعافية. خد أما أقول لك طيب، أنت ليه تلبشت كده أول ما قلت لك على الواد محروس أبو سالم؟ إيه؟ بقول لك إيه يا أبو العلي؟ أنا يا أخويا زي الجحش تمام، اللي تربطه مطرح ما أنت عايز، حضرة العمدة يقول لي شيه أو ماشيه طوالي، أنا جحش لا بيلحق ينهق ولا بيعرف يرفص، فوتك بعافية. استني بس، طب والجحش ده بيحشش؟ أيوة يا أخويا، أمال إيه؟ طب ما تفك علينا في تمناية بقى. إيدي على كتفك، باين عليها مشبرقة معاك على الآخر يا أبو العلي. مين قال؟ ربنا عالم بالحال. طب لما هو ربنا عالم بالحال يا أخويا، أشوفك العيد الجاي وعليك خير، سلام عليكم. طب استنى، طب فك علينا بتمناية وانا هدفع النص. حلو قوي، اذا كان كيدي اشوف واجيلك. فوتك بعافية، سلام عليكم. عليكم السلام. ما تغيبش يا فوزيه. ماشي خلاص، كنت عاوزاه. راحت تردع وجاية. حلاوتك يا لبن ويا بياضك، يا سلام لو ابو العيله بس كده ياخد له بقين من لبنك الحلو ده يا جاموسي، والله كانت رجله تطيب ونقضي ليله موعوده. هي حفيظه درد تديني شويه لبن من الحلو ده؟ اكيد لا، البنات قالولي. يلا
وانا مش هرضى برضه اخد حاجه كده من وراها يعني، ده حتى يبقى فيها حرمانيه. سامحني بقى يا رب. بنتي يا بنت، انت بتسرقي اللبن يا بنت؟ اني ابدا والله يا جناب العمدة. شش وطي صوتك، انا شايفك بعناية دول وانت بترضعي. ابدا والله، داني بس كنت بشوفه يعني. ليكون ليكون ايه؟ هو يا بنتي هبله اللبن هينزل من درع الجاموسه قاطع ولا حامض؟ يخرب بيتها بلدي على بيت حلاوتك. بس انا يا بيت انا مسامحك، مسامحك بالقوي خالص. ربي يخليك يا جناب العمده. والله يا جناب العمده انا غلبان. انا عارف غلبان، غلبانه وحلوه، حلوه حلاوه الحلويات كلها. عارفه يا بيت لو كانت ستك حافظه اللي شافتك وانت بترضع اللبن دي، ايه ده اللبن غرقك خالص وغرق. تعالي انت مسحولي، تعال امسحهولك. بس انا همسحلك اللبن مش حاجه تانيه. انا همسح. انا ايوه أنا أنا. امسح يا عمري، امسح بس بحنيه. هو في ايه يا حفيظه؟ جرى ايه؟ يا مسح للغرب وشايل ذنبهم، امسح لاهل بيتك وخد اجرهم. ايه الكلام ده؟ ايه الغرب؟ بتغور يا بنت انت تجيبي بايت الوضوء اللي انا قلتلك عليه؟ انت مصهينه ولا مصهينه؟ انا ميت وضوء؟ والله انت ما قلت لي جيبي ميه ولا حاجه يا عم. والله يا ست حفيظه ما قال لي جيبي ميه ولا حاجه. ايه يا حاضر يا عمي، انا هجيب لك كل اللي انت تمر به، بس انا ما انت ما خدتش امر باي ميه ولا غير. والله العظيم ما حصل. البنت بتستهبل، بتستهبل. استني هنا يا بنت. ايه يا عمدي، هتتوضى هني؟ انسيت؟ ما انت غاوي وساخي. فوري بقى دمي بقى يا حفيظه على الصبح، فوري دمي. والله يا ست حفيظي ما حصل، ده جناب العمده. والله اخلصي يا بت، انت ايه انت تكوني علشان تجيبي سيره العمده على لسانك؟ بس كده يا ست حفيظي ليه؟ انت تحطي لسانك في بقك وما ترديليش الكلمه يا بت، وتاخدي بعضك وتغوري من هنا وما اشوفش وشك. والله يعني كنت جيت هنا بخطري ولا انا يعني كنت جيت هنا بخطري؟ لا لا بقول لك غوري يا بت، بقول لك غوري. ما انا عارفه يا اختي انه مش بخطرك، عارفه انه مش بخاطرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام، تعجبني وانت تقي وانت بتخاف ربنا. الظاهر ان الواحد لا هيتوضى ولا هيصلي في اليوم ده. ايه ده؟ نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب يا عتمان. راح فين ده؟ راح فين صبع البرومبي؟ انت فين يا حنين؟ فين راح العشري؟ ايه يا ولي؟ انت واقفة قدامي وانا بكبر الصلاة؟ يو ايوه يا ولي، من قدامك خلينا نصلي فرض ربنا. لو النبي ايه؟ وهما لما بيصلوا مش بيصلوا على القبلة؟ ولا انت مسموح لك تصلي في اي جهه؟ طب اوعى اوعى. شوف برضو الست، ما توعي يا ست من قدامي. هتصلي بالشبشب؟ اهو اوعي بقى. طب واللي بيصلوا دول مش لازمهم وضوء؟ ولا هنصلي من غير وضوء؟ انتوا هتعرفي لي على الوحده. هروح اتوضى. حضري يا بنت المي. تعالى هنا وما تخرجش من الاوضه،
أنا اللي حجيب لك مية الوضوء. خلاص مش مصلي. أحسن عنك ما صليت. أنت فاكرني بتضحك عليا ولا بتضحك على ربنا؟ أنت بتضحك على نفسك يا عبيط. نايم. مش نايم. أحسن. كفايه يا امي كفايه. انا عارفه انها قربت تطير. لا دي ولعت نار يا امي. ابوس ايدي. كفايه ولسه هطيب اكتر لما احط الشويه دول. لا كفايه ميه سخنه يا امي كفايه. حاضر يا ابني ما انا هصب تاني اهو بس انت اصبر شويه. كفايه يا بقول لك. انا عوايش. ايه يا ابو العيال مال رجلك في ايه؟ العافيه خاله. خد يا اختي صب له انت شويه بقى. يا زين كده اخوك وراح عند ستي. ده عايزني كل شويه اصب له ميه سخنه على رجليه كده يفطني. تبقي في دوار العمدي. هو يعني كان بخاطري ولا انا يعني كنت قاعده مرتاحه ولا مبسوطه؟ وبعدين ما انا اللي قدرت عليها عملته وبعت لك حسان. انا صحيح هو جالك؟ جاني يا ستي جاني. ده عايزني كل شويه اصب له ميه سخنه على رجليه. انت الشافي يا رب. اصب لك تاني؟ لا اوعي اوعي التاني تروح نواحي نوار العم ده. انت فاهمة؟ حاضر حاضر يا غالي. كلامك سيف على رقبتي. كلامك سيف على رقبتي. حاضر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا رجلك مزرعة كده ليه يا ابو العيال؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي ده انت لازم نشوفك حكيم. المايه السخنه هتطيبها له. مبروك يا ابو جميله. الف مبروك يا قمر يا جميله. انت كل سنه وانتوا طيبين. خد يا راجل يلا مد ايدك فرح نفسك. يو ما تاخد يا راجل يلا وقول لبنتك مبروك. يو وانت لسه عقلك بيودي ويجيب. خلاص يا سيدي نفضها سيره بس برضو ما كانش عندك حق انك تخليني اعشم العريس. يلا طلبوها تعززت. انا وحيات مقام سيدك السايه. كل اللي مضايقني بس يا اخويا انك تقطع بنصيب بنتك. ملهاش في الطيب نصيب يا اخويا. خلاص يا ست موافق. ايوه كده سمعني بقى كلمه حلوه. هو ده الكلام الحلو. امسك يا راجل يلا اختم لي هنا يا اخويا وتبصمي على ايه عقد جواز بنتك. يلا امسك ادي الختام بصبعك الحلو ده. والنعمه انت راجل مبخت. تصدق انا اول مره ما اخدش حلاوتي من ابو العروسه. بس خلاص يا اخوي خدتها من العريس. وحلاوتي بقى اللي عندك اعتبرها عاديه ونقطه للعروسه القمر بدر بدور. ايه رايك؟ ها يو يا راجل ما تسمعني كلمه حلوه. خلينا كده نفرح كلنا. بس يا اخويا شافتني بقى بطيب خاطر البت فاطمه بكلمتين عاديك على اللي قالته واللي عملته. ما هو عندها حق برضه يا عم. الغيره بتعمل كتير. وبعدين الصراحه يا عم البت فاطمه دي اللهم اني صايم بيني وبينك
البت فاطمه دي حلاوتها حلوه. بمناسبه الحلاوه عمد، اني بلل شويه عرقسوس يستاهلوا حنكك، حصب لك كوبايه ولا على ايه؟ بانك صايم. ايوه ماني صايم، بس زي ما تقول قمت الصبح كده بطني مغصه رجعت السحور كله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا شوف يا عمد، ادام رجعت يبقى صيامك غير جاي الشرع. الله، رخصه ومدالك ربنا يا عمد. ايوه ماني عارف، بس يعني من غير بس يا عمد، من غير بس. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. امال ايه يا عمد؟ طب شوف، اني هجيب لك بقى كوبايه عرقسوس ما شربتهاش حتى من ايد الست حفيظه ذات. لا شيخ تنيل، ما تشرب لك شويه هتلاقيك صايم انت كمان. ايوه انا صايم يا عمده، بس ما رجعتش. خد خد يا عمده، اهدي هتروق معدتك. اهدي قدام الناس كده في الشارع، انت عبيط ولا ايه؟ واحد واخد باله يا عمده، واحد شايف حاجه؟ ده ايه الغباء ده؟ ايه؟ اشرب يا عمده، اشرب وانا هشوف لك الطريق. اشرب. اهدي، مش دي البت راويه؟ اه والله هي. يا سلام، انا بقى كل ما اشوف البت دي لازم افتكر ابويا الله يرحمه لما مسك ابوها ومرمط به الارض. ابوها بقى كان عامل نفسه ان هو سبع رجاله في جلابيه واحده، ام ابويا كسر مناخيره وزل قدام الناس. ايه امال؟ وقفت هي بقى قدام مني تقول لي انا لازم اخد بطار ابويا، انا هعمل واسوي؟ بتهدد يعني كانه بصحيح. بس البت حلوت واتدورت قوي بقت فرده. اتدورت ايه يا عم؟ راويه دي من صغرها وهي متدوره وفرد، بس دلوقتي بقت فرد بخربوش. ايه والخربوش ده يعني هتخربش به مين؟ هتكون بتخربش مين يا عم؟ هتخربش اللي يحاول يخربش. طيب طالما بعيد عننا خلاص، بعدين سيبك منه، خليها في شغلها. طالما شغلها هي ما بيأذناش احنا في حاجه، يبقى احنا مالناش دعوه. هي يعني بتجوز البنات الصغيره الغلابه لناس من البندر معاهم قرشين حلوين، بيدوها قرشين والاهلها قرشين وبيتريشوا. انت يعني برضو لو حبيت تتجوز بنت كده وزوزه عندها 18 سنه عندها 11 سنه هتديها قرشين؟ امال ايه؟ بقول لك ايه، انا سامع ان البت دي عندها تليفون في بيتها. قال اه ايه هي ليها طين حدانه؟ طين ايه يا عم؟ قول عندها اطيار، عندها حتتين ارض يا عم. الحته الاولانيه بحر الطرب، والحته الثانيه غرب الارض اللي انت واخدها من ابراهيم الاباني، يعني بعدها بشويه كده. ايه يعني جار ارضي؟ طب ليه ما فكرتش تخليها تبيع لي؟ ولا انت يا شيخ بلد مالكش لازمه؟ ماليش لازمه يا عمده، من ناحيه التفكير انا فكر. ما هو تفكير من غير تدبير ملوش لازمه. طب وانا هعمل ايه بس يا عمده؟ الا ما انت عارف ان راويه دي شكتها صعب، وعارف انها قويه ومستقويه بناس كبارات في البندر وفي مصر. وما تاخذنيش يعني، ليها خاطر عند البيه المأمور. يا سلام، طب ما احنا كمان لينا خاطر عند البيه المأمور. حضرة العمدة، فيه ايه؟ خير؟ مش خير يا حضرة العمدة. ايه ايه؟ فيه ايه يا حمار انت؟ هم قدامي. امسك البتاعة دي اشرب انت. ايه دي؟ استغفر الله العظيم. مبروك، قوم يا بخول، وثلاث شمعات عشان اخويا يتوب. مات الفلوس. تعريفة؟ معكش فكة ولا؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسان اسمعني كويس، انا عايز افهمك الميري وما توجعش قلبي بقى. جاتك خبط يفك لك جميع الروابط. طب يا حضره العمده، وعيني ينوبك سواه. يعني لما تلاقي خناقه كبيره بين عيلتين كبار زي النصيبه اللي احنا رايحين لها دي، ما تظهرش كده من الاول وتفهمهم ان احنا خدنا خبر. الله، امال اعمل ايه يا حضره العمده؟ تستنى استنى لحد ما تستوي خالص ويكونوا خلصوا على بعض والدنيا هديت، نقوم احنا بقى نظهر في الصوره. ما تدخلناش في عز المعمعه. دنيا حضره العمده، كنت بقول ان بختي عال انني وصلت وسط العرك وهي منصوبه، حتى شفت الحق عند مين ومين ضد مين ومين عمل ايه. حتى الواد ابن ابوك شفت ايه ونلت ايه وانت بتشوف؟ ولا جاتك ليله في شوافنك وفي شوفك وانت بتقدر ولا بتفهم ولا بتفهم حاجه؟ انت والبقر اللي اسمهم غفر اللي معانا، هم دول بني ادمين؟ انتوا لو رجاله بحق وحقيق كنت سبت الواد محروس ابن ابو سالم وهو واقف وسطكم كده يضرب عليا انا نار. لا وايه كمان؟ ويهرب منكم وانتوا واقفين؟ انتوا رجاله انتوا؟ اسمع يا واد، انت انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك، او خاتم في صباعك، او غوشه في ايدك، شلوت على قفاك، بنيه في وشك. الواد ده لو ما ظهرش حي تقبضوا عليه وتجيبوه لي صاحي.
انا هعمل لكم كلكم قضيه اهمال. لا اهمال ايه، انا هعمل لكم قضيه تستر على مجرم وانكم هربتوه من العداله. فاهم الكلام ده ولا اقول كمان؟ فاهم يا حضره العمده. يبقى اقول كمان. لا يا حضره العمده خلاص، ويمين بالله والختم الشريف، احنا يوماتي ليلاتي. بلا يوماتي بلا زفت، انت هتقعد ترغي في وداني؟ انا مش ناقصك. شوف الواد ده انا هجيبه، يعني هجيبه، بس انا بقى مش عايز اجيبه من ناحيه المأمور والمركز والنقطه. لا مش عايز اعمل لهم دوشه. انت فاهم الكلام ده ولا مش فاهم؟ ايوه دي فاهمها يا حضره العمده. هي مش دي البت فاطمه؟ ايوه هي. انت يا فاطمه، يا بت، يا بت يا فاطمه، استني عندك يا بت. اهدى، هي ولا مش هي؟ يظهر مش هي. انها هي. ايوه هي. مالك يا بنت بتجري كده ملهوفه ومسربعه، في حاجه ولا ايه؟ ابدا يا جناب العمده، اصلي رايحه اجيب حكيم الوحده الصحيه لابو العيل. ليه سلامته عنده ايه؟ اصلي رجله اتجزعت، وبعد كده فضلت تورم تورم تورم، وبعد كده زرقت اخر زرقان، واني سايباه في الدار على اخره. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد اذنك يا حضره العمده، بالاذناني والنبي بس الاحسن كده، انا هتاخر. استني بس، انت رايحه فين؟ مش هتلاقي الحكيم في الوحده دلوقتي. يا حزني يا حزني، امال الحلقه ايه فين؟ يا بنت النهارده موسى، كل سنه وانت طيبه، الحكيم مش هيروح الوحده. يا لهوي بلاك يا فاطمه، اروح انا فين بس واجيب نام بس يا ربي. خلاص ما تحمليش هم، وادي حسان. ايوه يا حضره العمده. تاخد الكريته بتاعتي وتشد على البندر، تجيب الدكتور في التو والحال، قول له العمده عايزك، وهاتوا على بيت فاطمه. الكلام ده صحيح؟ ايوه يا ولد، انا بهزر معاك. والعركه المنصوب اللي احنا رايحين دي، ما قلت لك سيبها لما تستوي يا حمار، هات ده وطير انت. حاضر. ربنا يعلي مراكبك كمان وكمان يا حضره العمده، ولا يحوجكش ابدا ولا يرميك في ضيقه. بس يا رب الدكتور ما يتاخر، لحسن ابو العيله على اخره والله. لا يتاخر ايه؟ ده مسافه ما نوصل انا وانت عندكم في الدار، هيكون الواد راح جابه وجه رهواه. انا الكريته بتاعتي خصوصي. سريعة سرعة إيه؟ يلا قدام قدامي عشان نروح بيتكم. عارفة بيتكم؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. إلهي يا رب يا عمدة، كريتتك تبقى بأربع حسنة قدر يا كريم. يلا يا بيه عشان نروح داركم. هو أنا هتني ماشية قدامه كده لحد الدار؟ ما ده هي كمان تكون الجلابية لازقة في وراي. يا رب ما تكون لازقة يا رب. لا 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 ان شاء الله مش لازقه. ياه كل الحلاوه دي لابو العيله الصدمان التعبان العيان. قالوا مش عايز رجلك تتوجع يا ابو العيله، جاك اطمر رقبتك على صدرك. ايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني هو لازم الزار دي؟ معلش يا ست الستات، دي طلبات الشيخه والاسياد، هنقول لهم لا؟ ايه لا ما يصحش، لازم نعمل الزار، لازم نعمل اي نيله بقطران، بس اياك يجي بفايده. بفايده الفايد ان شاء الله، بس لازم له شويه طلبات للكودي واللي معاه يعني. وماله كام؟ قد ست سبع جنيهات. ايه ست سبع جنيه؟ ست سبع جنيه ليه؟ هو اني طالبه عيل ينزل من بطن امه على الجهاديه طص؟ ده العمل اللي اتعمل لك شديد قوي، عشان ينفك ويحل عنك لازم له شوية طلبات. حاضر يا نظيمي، حاضر. ماشي يا فهيمة يا بنت بيعت الدود، إن ما كنت أشلك كده وكيدك ما بقاش أني حفيظي. هيحصل بكرة يهل هلاله والبيت يتملي بعياله. يا رب. لكن ستة سبعة جنيه كتير قوي. سلامة دراعك يا ابو العيلة. رجله يا حضرة العمدة. يا سيدي الف سلالم، ويطلع وينزل زي ما هو عايز. انا نفسي اعرف بس مين الحمار اللي جبرها لك؟ عم زناتي الحلاق هو اللي جبرها له. ده كان هيبوظها خالص، انت شايفه زرقاء ازاي؟ الله يجازيك يا زناتي، ليه واخد منين قد كده؟ حرونا الفجتات البعيد. أني بقى مش هعتقوا زنات الزفت دي. بس عارف يا دكتور، أني حاسس كده إن الوجع ابتدى يرتاح. ما هو أنا اديتك مسكن وكلها يومين ثلاثة وهفكلك الرباط وهتجري زي الحصان. يومين ثلاثة؟ أيوه. معناته إيه الكلام دي؟ ده إحنا في ليلة عيد يا دكتور. الله، طب
والشغل واكل العيش. بقول لك ايه، لا تقول لي اكل عيش ولا شغل ولا مشغله، لازم ترتاح خالص. يا سيدي انت مستعجل على ايه؟ بكره العيد يعني عندك 3 ايام اجازه والطاحونه قافله، ورجلك دي لازم ترتاح خالص، اخر راحه والله. انا الحمد لله خلصت يا عمده. حضرة العمدة. ايوه الباشا حكيم بيلاقي حضرتك. ايوه امال، متشكرين يا دكتور، الف شكر يا سيدي، تعبناك معانا. الله يكرمك يا عمدة. خد يا دكتور. ما تخلي يا عمدة بعد خيرك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير اللهم اجعله خير. أنا لقيت حسان جاي ومعاه الباش حكيم، قلت لحدي برضه اشقر واطمن. الف سلامه ليك يا ابو العيله. وبعدين يا بختك يا عم، ده انت العمده بذات نفسه جاي لك اهو. طب يا ريتنا اللي اتعورت. عبر رقبتك يا سيدي. بقول لك ايه يا ابو العيله، انت لازم أن تسمع كلام الحكيم كله، ولازم أن ترتاح على الاخر اسبوع اتنين ان شاء الله 10، ما يهمكش من حاجه خالص. والله يا ابو العمده احنا متقلين عليك قوي ومش عارفين نرد جمالك دي ازاي. يا واد ده كلام، ده انا كبير البلد دي، انا عمده الكفر كله، يعني انا المسؤول عن الكبير والصغير في الكفر دي، انا المسؤول. ان شاء الله تعيش يا ابو العمده. خد يا واد يا ابو العيله، خد يا علي، خد يا ابو العيله. ايه دي؟ امسك. حتى بخمسه؟ امسك يا ولد، ما تكسفش ايدك. ايدك ايدك يا ابو العيله، خدها من العمده ما تكسفوش. امال دي بركه من ايد سيدك العمده يا ولد. وبعدين لعلمك العمده دي لما يطلع حاجه بايده الشمال ايده اليمين ما تضرش عنها حاجه. وبعدين ما انت هتبقى تسدها يا ابو العيله. ودي تتسد ازاي؟ تسد بالراحه يا ابو العيله، ما تاخذنيش يعني. انت دلوقتي متصاب يعني عدوع وعاطل من غير لا شغله ولا مشغله 3-4 ايام، واني محبه ليك يا واد يا ابو العيله حسترجى حضره العمد ان البنت فاطمه كل يوم تروح له تدور 3-4 ساعات اهي برضه تساعد الناس اللي بيشتغلوا في الدوار. ولا ايه يا عمد؟ وانا قبلت رجاك، قبلت. ألف سلامة يا أبو العيلة. الله يحفظك يا أبو العوم دي. أنت واقف كده ليه يا والي؟ يلا بينا. سلامة دراعك يا أخويا. اتفضل يا عوم. يلا يا رجالة. قلنا رجله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي اقعد يا منارة يا بنتي. يعني محروس الغلبان ده يروح كده بالكذب والظلم والافتراء ده يا ناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل الناس بتخاف من عثمان ده، حتى حسان صاحبه اللي كان يتسهر ويتسامر وياه. أحلفه وأقول له يقول كلمة الحق يقوم يسيبني ويمشي زي النساوين ويعيط. حسن في إيده إيه بس يا مناري؟ ده غلبان غلب الدنيا، ده لا يقدر يروح يمين ولا شمال إلا بأمر عمدته. أنا سمعت لك خطبة الجمعة كنت بتتكلم فيها عن شهادة الحق، واللي بيسكت ويكتم شهادة الحق كده ولا لا يا شيخ محمود؟ أيوة كده يا بنتي كده.
أني ومحروس ما لناش غيرك يا شيخ محمود. أنت راجل حامل كتاب ربنا وهم هيسمعوا لك وهيعملوا بكلمتك. قول لهم يا شيخ محمود سايق عليك النبي تقول لهم. قول لهم ينطقوا بكلمة الحق، يقولوا إن محروس مالوش صالح بكل التهم اللي متلفقة له دي. شيخ محمود بقول يا منارة قسما بالله العظيم بقول ويا ما قلت، بس هو الخوف عاد يا ست أبوك، خوف اللي مخلي الناس عاملة ودن من طين ودن من عجين. وبعدين عايزة يعمل ايه بس يا مناري؟ ده عتمان ده من يوم ما شاب على وش الدنيا هو سايق الشر والشر سايقه. ده حتى ابو الله يرحمه وعيلته كلها غلبوا فيه في عمايله السودي، وادي كمان بقى العمدة ولا التاني مأمور المركز اللي موالس معاه. يعني خلاص خلاص عتمان ده بقى غول مطلوق في البلد، لا حد يقدر عليه ولا حد يقدر يقف قصاده. مفيش غير رحمة ربنا، ربنا بس اللي عليه الخلاص. البت حالتها تيري القلب. الحق عنديه كل الكلام اللي قالته لي صح. أنا اللي المفروض أوقف لعثمان وأقول له لا، أنا الشيخ اللي حامل كلام ربنا، لكن ضعفان خايف من جبروت الظالم. خير الشهداء حمزة، ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. جرى ايه يا شيخ محمود؟ وانت هتشيل هم غيرك؟ يا ولية ما يستحقش يعيش اللي يعيش لنفسه بس. يا ابوي البت منارة دي كأنها جات رمت في قلبي جمرة نار ومشت. اهلا اهلا يا ولادي، ازيكم؟ كويسين الحمد لله. عم قولك اهم اللي هيفك كربك. امال عاد هتسمع لنا ولا هتقرينا جديد يا سيدنا الشيخ؟ حسب ما يفتح علينا ربنا عاد يا شيخ جوده. انت غضبان يا سيدنا الشيخ؟ ايوه يا ولدي غضبان وخايف، خايف من غضب الله يا ولدي. أشهد على الشين والدنس، على حق باين وتحبس. أشهد على سكتة بلدنا ومدقات الكنيسة وفجر مدنة. بحلف بربي إنها يوم راح تزوم تقوم وتنفض من على جبينها العسس. أشهد على الشين والدنس. إيه نقعد قاعدة فك عاد. يلا فاكرين النشيد يا أهل غادي له مع بعض. في بيتنا طيور كالبط والحمام، ها تعيش في سرور تعيش في سلام. ها أروح للطيور بالماء والطعام، ها فتفرح الطيور ويأكل الحمام. يا منار محروس، ازيك يا محروس؟ وحشتني يا بنت. انت كمان وحشتني يا محروس، عامل ايه؟ كل عام وانت بخير. هيجي الخير منين بس يا محروس؟ فاطني
عامله ايه يا رسميه؟ كل عام وانتي بخير. انتي بصحه وسلامه يا اختي. رايحه فين كيدي؟ هكون رايحه فين؟ رايحه للهم والغم. ويا بنتي تكوني رايحه دور عتمان وهو فيه غيره يا اختي. لا لا يا فاطمه، انت لازم تنتبهي كده من روحك كل شويه. اعمل ايه يعني؟ يعني هو كان بايدي يعني يا رسميه؟ اهدى، هي مناري بتكلم مين؟ والنبي يا اختي ما اعرف. محروس؟ بتعمل ايه هنا يا محروس الساعات؟ بتعمل ايه؟ طمني عليك يا محروس، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فاطمة. سيئ عليك النبي يا فاطمة، ما تقولي لحد انك شفتيه. احس عليك يا مناري، ماني برضك اعمل كده؟ اعمل ايه بقى؟ ماني بقيتش عارفة مين حقاني ومين موالس، ما تزعليش مني يا اختي. عذراكي، والنبي يا اختي عذراكي. الا قولي يا ولا يا محروس، انت فعلا عملت العمايل اللي بيقولوا عليها دي ولا لا؟ احس عليك يا فاطمة، وانت تصدقي فيه كده برضك؟ سيبيها مناري، من حقها تسأل. من المختصر المفيد كده يا فاطمه، العمده اللي ما يعرفش ربنا دي ايه دي؟ هو فيها ايه؟ دي بنت فاطمه. لف يا ولي، لف يا ولي، يلا يا ابن الكلب يا رمي يا عري. شباب عري صحيح، ما يمشوش تربيه خالص. من كل الله يا بعدي، حسبي الله ونعم الوكيل. من كل الله شباب عري، انت ما شفتوش تربيه يا بعدي. فيها ايه يا بنت انت وهي؟ هي سايبه ولا سايبه؟ عالم ولاد كلب صحيح. هو مين الواد ده؟ ها؟ مين؟ ده واد عايب، واد عايب ما شافش رباي. أول ما شافني أنا ومناري واقفين بنتكلم مع بعض، راح نازل فينا معاكسي. عالم تخاف ما تختشيش، بس هو يا عمده مش من البلد. أي والله، هو مش أنت شفتيه قبل كده يا مناري؟ لا ما شفتوش، مش من هنا. أهو يعني مش من هنا، أصل أهل البلد دي ما يعملوش كده يا عمده. هم يا غفير أنت، هو هات الواد ده بالعجل يلا. استنى بس يا عمدي، المسامح كريم، وهو خلاص والله خد اللي فيه نصيب وزياده. كنت لسه لغايه دلوقتي ما رحتيش على الدار ليه يا بنت؟ اصل يعني وانا ماشيه كده رحت شفت مناري، فيعني وقفت كده نقول لها كلمتين يعني، لقيت الواد الخايب العيب ده راح نازل فينا معاك سفت لهنا فيه. انتوا لسه واقفين؟ ما هو يعني يا حضره العمده ما يصحش نقعد وحضرتك قاعد كده. تقعد؟ ايه النباهه دي؟ هم يا واد انت، هو اجري هات الواد ده اهو. حاضر. اجري. فيها ايه يا بنت مالك؟ بتبصلي كده ليه؟ ما تاخذهاش يا حضرة العمدة، دي عياني. عيانة بايه بقى ان شاء الله؟ عندها الخفيف؟ معلش يا حضرة العمدة، مصحة فيا انا. شوفوا البنت بتصغرني ازاي، كأني هبشت حتة من جتتها. يا عمدة هي سخنة، والله سخنة. يلا كمادات بقى، ها؟ يلا يا مناري. وانت يا بنت هم يلا على الدوار، انت عوقتي. حاضر يا عمدة، حاضر. وانا جاي وراك يا حلاوه الحلاوه. اطلع يا ولد. عايزه تحدتيني في حاجه يا فهيمه، قوليها وخلصينا بدل ما انت قاعده بتبحلقي فيا كده. اني ابدا يا اخوي، اني بس كنت عايزه اقول انك واجب عليك انك تروح لاخوك عثمان وتقول له يجرب حظه مره تانية ويتجوز، يمكن ربنا يرزقه بعيل ولا اتنين. همك قوي على عثمان يا فهيمه، ولا بدك بس تكدي حفيظه؟ اني علوان ان شاء الله نشلي يا اخويا، انا قلبي عليه بصحيح. حتى العيال لما يكبروا يلقلهم ولاد عمي كده ونبقى عزوه كبير. عندك حق يا فهيمه، اني هروح لعثمان وافتحه في موضوع الجواز دي، بس خايف من حفيظي لحسن تكرهني وتتقمص مني. ضحكتيني، هي حفيظه ما بتكرهكش يا علوان؟ ايوه عندك حق، ما هي كده كده كرهاني. خلاص انت بقى تروح تعيد عليه وتفتحه في الموضوع. ايوه ايوه ايوه. محروس فيها يا ولد؟ خبيني يا عم ابو الحلال، خبيني. خبيني عامل ايه يا؟ هبحكي لك بعدين، بس خبيني دلوقتي. طب ادخل جوه هني، استنى. لا اطلع فوق، اطلع فوق عند هديد الفور. اختك عدلات دي يا ابو العيله؟ ايوه يا ام خالتي عدلات. يا مرحب يا عدلات.
أي حد يتحرك، كله يثبت مكان، كله يثبت مكانه وهو حد يتحرك. هو فيه إيه؟ كله يثبت محله وهو حد يتحرك. هو حد يتحرك وكله يثبت محله. الله، فيه إيه يا حسام؟ أنا كمان عايز أعرف فيه إيه؟ فيه إيه يا غفير أنت وهو؟ إزاي تهجموا الهجمة العنترية دهيا على بيت الناس كده؟ أنت عملت إيه يا أبو العيلي أغضب منك السلطات؟ إيه؟ الواد محروس. الواد محروس دخل البيت يا حسان والغفير كامل شافه بأم عينه. وكتاب الله شايفه بأم عيني، ولازما وحتما نقبض على المتهم الهارب ده. فيه ايه يا راجل انت وهو؟ لا هتفزعوا العيال. وما يتفزعوش ليه؟ ما بنفزعش احنا ولا ما بنفزعش؟ لازما وحتما نفزعهم، ده احنا غفر ميري. هو اللي ولا محروس ما هوبش يميتك يا ابو العيلة؟ محروس مين يا حسان؟ ايه محروس ابو سال. ومحروس ابو سالم هيهوب ناحيتي يعمل ايه يا حسان؟ دي خالتك عدلات. انا قاضي عدلات يا وليه. اهو ايوه صحيح خالته عدلات. بقول لك ايه يا غفير انت وهو؟ انصراف يا اخويا، ولا تفزعوش الناس تاني في بيوتهم، هما واطفالهم الامينين النعسانين، حد يهجم الهجمه دهيا في عز الليل البهيم؟ يلا اخويا انصراف. ايوه 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 بس وكتاب الله انا شايفه داخل هنا بام عيني. والعيال واجب ينفزعوا، بس هص انت هو يا اخويا انصراف. بقول لك ايه يا ابو العلي؟ امانه عليك تسلم لي على خالتك عدلات. ها؟ ماشي. فوتك بعافيه يا اخوي. العواف. رجعك هنا تاني. أنا إذا كان علي أنا لا عايزة أروح ولا عايزة أجي. والله يا ست حفيظ، بس نعمل إيه في أوامر العمدي؟ العمدي ده يحسس لك يا بنت ويمسح لك اللبن بحنية تاني؟ الكلام ده يبحث يا ست حفيظ. يا ست حفيظ أنا وحدي غلباني، لكن عمري ما بيع شرفي ولا أعمل عمايل بطالي. عيب يا ست حفيظ الكلام ده. أنت بتعيبيني يا بنت الكلب، بتعيبيني ها؟ انت بتمد ايدك عليا يا ست؟ وديكي بالجزمة كمان يا بنت. الا تكوني فاكراني تايهة على شغل النسوان والكهن بتاعك. برقيلي كمان، ما تيجي تاخدي لك كفين احسن. داني اهلي اللي من دمي ما مدوش ايدهم عليا. ايوه، ما عشان كده مشيك عوج ومحدش هيعدلهولك غيري انا يا بنت الكلب. يا بنت الكلب. اهدي اهدي. ايه يا حفيظ؟ مالك بالبنت يا ولي؟ انت يا ولي فيه ايه؟ فيه ايه مالك ومال؟ العادي يا جلال العمدي، العادي يا جلال العمدي. ده انا لسه هوريكي شغلك يا بنت الكلب. عملت ايه؟ انا عايز افهم عملت ايه؟ مدت ايدها عليا يا جلال العمدي واني والله ما عملت لها حاجه. حرام عليك يا حفيظ، بنت غلبانه ومسكينه وجايه تساعدك، بلاش الافتراء دي. اسمها جايه تخدمني مش تساعدني. ماشي يا ستي، بنت غلبانه وجاية تخدمك، بلاش الافتراء بقى. طالما جاية تخدمني يبقى توسع انت شوية عشان اعرف اوريها شغلها كويس. قدامي يا بنت. ماشي يلا قدام. استنى انت يا عتمان وخلي الليلة دي تعدي على خير. ماشي، اتفضل يا ست الدار. لك يجيلك شوطة تشيلك من على وش الدنيا ومن على قفاه. جاك يجيلك اللي ما بيجيش، يجي لك ابو البؤبؤ وتقعدي تبقبقي كده بؤ 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 بؤ. استغفر الله العظيم يا رب. مش بقى محروس، الظلم النيابة حامي يا ابني. انا الدنيا بتلف بيا يا عم ابو العيلة، وهي ان قتل العمدة عتمان ده يا اما موت نفسي. انا كرهت العيشة واللي عايشينها. تموت نفسك وتقتل مين يا علي؟ انت اتهبلت؟ قاعد كده امال؟ بقول لك يا محروس. قول يا عم ابو العيله. بقول لك يعني كده بس ما تفهمنيش غلط يا علي، انا شايف الدار هنا خطر عليك. ادام الغفر حس انك دخلت عندي يبقى الخلاص. بس هم اتاكدوا خلاص اني مش هنا. لا ده بيستهيأ لك.
أنا عارف الغفير كامل بالذات، وأنا سامعه بوداني بيقول إنه شافك بعينه داخل عندي هنا. هيطنوا لابد لك بره، وأول ما هتخرج هيقوم عكشك. طب وأنت شايف إيه يا عم أبو العلي؟ اللي تشوفه أنت محروس. الله، شوف يا ابني أنت كنت جاي منين ولا رايح فين ولا ناوي على إيه؟ دي أمورك يا ابني وأنت ضرب إيه؟ الله وكيل يا عم أبو العلي، ماني عارف أي حاجة. لا، لازم تعرف ولازم تستحرص قبل ما تحط رجلك في أياته حتي. أنت نازل على البلد من فين؟ من الجبل. من لما هربت من العسكر وغفر العمدة فريت على الجبل على طول. بعد كده دنيت ناجري، أنا مش عارف حتى جريت قد إيه، لحد ما وقعت من طولي. وفجأة لقيت نفسي في وسط مطاريد الجبل. مطاريد الجبل؟ طب والله ده ربنا لطف بيك أهو. الحمد لله، ده أنا بحمد ربنا إن السيد معرفني. السيد؟ قريب العمدة؟ المطرود؟ أيوه. إيه؟ وده كان عايز منك إيه المجرم ده يا ولد؟ يعني كان بيشبه عليا كده، هو قال لي كده بلسانه. ما هو ماشي يتمخطر في البلد ولا همه حاجه، ده الاحكام اللي عليه تكفي اعدام لمنشيه. طب وانت هتعمل ايه يا ولد؟ هرجع الجبل تاني. هترجع للمطاريد برجليك؟ ما تخافش، ماني ربنا سترها معايا وقابلت راجل ابن حلال كده. ايه؟ راجل ابن حلال عند المطاريد في الجبال؟ ده ايه الكلام ده؟ اهم حاجه ان نبقى بعيد عن السيد قريب العمده. يبقى استنك ماشي حالا والدنيا ضلمه كده قبل ما النهار يشقشق ويشوفوك ويعكشوك. يلا توكل على الله. حاضر حاضر يا عم ابو العلي، انا عارف انك خايف على نفسك برضه. شوف الوالي خايف ايه يا واد يا اهبل انت؟ طب انا خايف ليه؟ طب ما يجوا يعكشوك دلوقتي من جوه هنا، انت قاعد ضيف يا ابني عندي. معلش سامحك، سامحك يا محروس لاني مقدر اللي انت فيه. يلا اتكل على الله ربنا يستر لك طريقك يا ابني. استني معلش امان عليك، ما تجيبش يعني سيره لحد كده ولا كده عشان انك جيت هنا وقعدنا القعده دي ويعني ماشي. حاضر يا عم ابو العلي، أنا عارف إنك خايف على نفسك برضو. خوف إيه يا والي؟ دي استحراص. يلا ربنا يستر طريقك. يفوتك بالعافية. الله يعافيك. العوافي حفيظ. اهلا يا علوان، خطوه عجيبه. كل عام وانت بخير. اتنين شاي يا بنتي يا فاطمه. اهلا يا علوان، كل عام وانت بخير يا عتنان. انت بخير يا اخوي. يعني كنت عايزك يعني في موضوع بيني وبينك يعني. اوي اوي، اتفضل اقعد. خير؟ خير ان شاء الله. بقى ربنا الف كتابه الكريم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وخلصت الكلام يعني، أنا عايزك تسعى كده وتتجدع عشان ربنا يكرمك بعيل ولا اتنين، أو تفرح بيهم وإحنا كمان نفرح وياك. إيه؟ ما هو كله على الله يا علوان، إحنا يعني في إيدينا إيه ما عملناهوش؟ إيه؟ لا في إيدين. شرع الله حق لك إن أنت تتجوز بدل الواحدة أربعة. أهو بدل حفيظة دي اللي قادلها فوق العشر سنين وياك، لا جابت عيل ولا تأيل. انت قلت ايه يا علوان؟ قلت تتجوز يا عتمان، اهو تجرب حظك مع واحده تانية وتكون بنت حلال كده. يعني حاسس كده يعني يا عتمان بقول الله ان ربنا هيكرمك اخر كرم وتخلف. ايه دي بقى يا علوان اللي بقول الكلام ده؟ انا مش مصدق. صدق يا ولي، انا اول مره احس ان انت اخويا وابن امي وابويا بحق وحقيقي وبتحبني وخايف على مصالحي. ده لو انت كان عندك شك في كده ولا ايه يا عتمان؟ لأني يعني قلت إن أنت يعني جاي تقول كلامك الخايب بتاع كل مرة ده، لا
لكن المرة دي أنا حبيتك يا والي. صدق يا والي أنا كنت عايز أشور عليك في الموضوع ده، بس يعني كنت مستني الوقت المناسب. لكن أنت عليك إخس، عايز تشوره في إيه يا عتمان؟ برأيي يا ولية أنت بتسلطي علينا، بقى ده اسمه كلام برضه؟ لا ما اسموش كلام، لكن اللي اسمه كلام بصحيح الكلام الخايب اللي طالع من أخوك العايب. يا حافظ أنا قصدي أقول له يعني أنت تسكت خالص يا دلدول مراتك يا اللي امها بتبيع الدود في السوق ومالكش صالح باللي بيني وبين جوزي، انت سامع؟ مراتك باين عليها كده اتخبلت يا عتمان. ايوه اتخبلت، ابعدوا عني بقى. رايي يا وليه؟ ما تتمسي بقى وتقولي يا ميسي. عايزني اتمسى؟ حاضر، اقول يا ميسي، لكن وحيات دي لوريك انت واخوك. ليه كده ليه؟ ليه حرام عليكي؟ ألف سلامة، ألف سلامة يا أختي، سلامتك ألف سلامة. إيه دي؟ معلش معلش. خوري يا بنت على جوه، خوري. ليه كده؟ ما تبوس إيديا يا أخويا أحسن، والنبي لا تبوس. حرام عليك، حرقت إيد البنت بالشاي السخن دي. ليه كده ليه؟ حنين. ربنا يهديكي، ربنا يهديكي ويبليكي ويجيلك أبو الزقزيق وتقعدي تزقزقي كده طول الليل والنهار، زي زق 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 زي زق زق زق، مش عارف ايه دي، بس يعني يا رب يحصل لك. انت يا بنت يا فاطمه. ايوه كده، بصي هما امسي ازاي؟ ما انا قاعده اقول يا واحده بعد كده، يعني هما هيعملوا لي ايه؟ هيشنقوني ولا هيشنقوني؟ هما اشتروني يعني ولا كانوا اشتروني؟ يا هوي يا مستهوي، يا خرابي يا عرابي، في ايه يا بنت عماله تقوقي وماسكه النوح كده في يوم مفترك زي ده؟ كل عام وانتوا طيبين يا طيبين، مفيش واحد فيكم بنت ابوهي بصحيه تجيب كحكايه من الكحك اللي ريحته فايحه دي. لا يا اخويا انا مش بنت ابويا، انا بنت عمي. اخلع بقى. ايه دي؟ يا رب يا رب القادر. يا فاطمه فيه ايه مال؟ انت جابر المنكسر يا رب، جابر المنكسر يا رب، قادر تذل الظالم يا رب زي ما هو ذلني. حسبي الله ونعم الوكيل. متصلي على النبي، امال كده جرى ايه لكل دي؟ انا نفسي صعبان عليا يا حسان، انا اتذلت واتهنت علشان الفقر اللي انا فيه، الفقر اللي انا لعبت طايقه ولا قادره استحمله. يا رب يا رب وريني فيهم يوم، يا رب وريني في الظالم يوم، يا رب يخليني النار اللي جوايا دي تهدى وتفش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. استهدي بالله بس يا بنت الناس، وطي حسك ده لحد يسمعك. يلا يلا يا نسوان، كل واحدة تخلص اللي في ايديها، عايزين نعيد في وسط عيالنا. كفاية نق، امشي قطقط ايدك انت وامك، سيبك كحكاية. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ أنا غبية، أنا غبية، ليك شوق في حاجة؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. جرى ايه يا حسان؟ انت هتعيط انت كمان ولا ايه؟ خلاص يا اخوي خلاص، انا اتفشيت بالكلمتين اللي كانوا جوايا وارتحت وهديت خلاص. الحمد لله، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. خد يا والي، خد يا والي الكحكاية دي، خد، وانت كمان هات البسكوتة دي، خد يا والي، كل كل ورم عظمك يا والي. هو يعني العيد لي مين غير ليك؟ وما كنتش هتاكله من اللي حياك جرايا روح امي. هو المال كان مال اهلك علشان تقعدي تبعطري لي فيه يمين وشمال؟ ومالك يا اختي عماله تعددي لي؟ حسستني القيامه داخله عليا في ايه؟ استحفظي، انا والنسوان من صباحيه ربنا تهرينا وتفرينا واتكواني، نعيد بقى في وسط عيالنا؟ روح، وكل سنه وانت طيب. وانت بخير، عدي عليا بكره عايزاكي. عيوني يا استحفظي. يلا يا بيت، يلا يا بيتي، يلا يلا. وانت يا روح امك رايحه فين؟ اني رايحه معاهم، هعيد مع عيالي اللي كمان. انت لا، وراكي شغل، تروقي المطبخ وتلمي الحصر وترشيهم ميه وتفرشيهم علشان عايزه الشمس تطلع عليه. ايه ايه؟ امال ايه يا فاطمه؟ اشهلي واسمعي كلام ستك حفيظه عشان تروحي تعيدي. يوه يجاتك ايه يا فاطمه؟ انت لسه هنا يا بيت؟ يا بنت روحي لجوزك وعيالك، ده بكره عيد. جاتك ايه يا سلفتي؟ ما تسيبيها يا اختي تروح تعيد زيك، ولا انت خلاص نسيتي الحكايه دي من زمان؟
بس ما كانش صح برضه تعملي مع علوان اللي انت عملته ده. امال ايه اللي كان يصح؟ وانت يعني لما تهزقي النفر وتمشيه مطرود يبقى انت كده بتقلي من قيمتك ومن قيمتي. انا برضه اللي بقل من قيمتك ولا انت اللي بتقل من قيمتي وقيمتك يا شايب يا بتاع النسوان؟ كان ناقصني اخوك ده كمان، قال يا عثمان اتجوز وخلف. يبقى انت بقى خلت عليك اللعبه اللي جاي يلعبها علينا علوان، وعامله لي فيها ام المفهوميه وبتفهميها وهي طايشه. لعبه دي اها، ما انت بقى ما فهمتيش علوان بيقول ايه، وما فهمتيش كمان انا كنت بسايره في الكلام ليه. ليه؟ ما هو علوان عارف ان الموضوع ده يخرب بيني وبينك، مش كده؟ ايوه ده عارف ومتاكد وقاصد. اهو شفتي بقى، فلما يجي يقول لي اتجوز على حفيظه وحفيظه تسمع وانت عارفه حفيظه مهبوشه، تعمل ايه؟ اكلك بسناني واقطعك بضوافري النساير نساير. هو ده بقى اللي هو عاوزه، عايز يصحصحك انت للموضوع ده، تقوم انت تحرمي عليا الجواز، وماني بقى يتحرم عليا الخلفه، قوم يضمن هو ومراته العقربه دي ان الخير اللي احنا فيه ده كله هيصب بعد كده في حجرهم بعد عمر طويل ان شاء الله. صح ولا غلط؟ شوف الراجل، وانا اللي كنت فاكراها اهبل ودلدول. اهو الدلدول ده بقى نور الفكره في دماغي من غير ما يدرى ولا يشعر. ايوه فكره ايه؟ انني لازم اتجوز واخلف عيل ليا وليكي. تتجوز مين؟ ايتها واحده بهيمه تعشر وتخلف، وبعدين نديها استمارة ستة وتغور، وليك علي العيل اللي تجيبه بطنها نكتبه باسمك انتي. يعني ايتها واحدة نختارها انا وانتي يا ستي، بس بشرط تكون متجربة في الخلفة. واني اللي هختارها؟ ماشي اللي ماشي يا عثمان. انت يا اخويا ما صدقت. لا سيبني شوية كده يعني أقلبها في دماغي، أفكر كده وأوزنها. تقلبي إيه وتوزني إيه؟ ما هي واضحة. بقولك نخلف عيل ليا وليكي، وهي نغورها في 60 داهية. الواد ده هو اللي هيبقى ظهرك وسندك وراجلك، تشخطي بيه وتتحكمي بيه في الخلق. إيوه، وهتكتبوه في الأوراق الرسمية باسمي؟ يعني ابني، يعني يكتب الواد دي ابن حفيظي، حفيظ زهران. ماشي سهل، نكتبه الام حفيظة زهران سلمان العكر. الجعير. الجعير؟ الجعير ده اسمه يعر. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا سلام على الكحك، يا سلام. إلهي يا رب ما تلحقي تنهني به يا حفيظي. إلهي يا رب مطرح ما يسري يهري تطفحيه دم قدر يا كريم، بحق ما ضيعتي علينا ليلة المفترجة. واجعلها يا رب يا محلوة علينا وعلى عيالنا يا رب، هم لأ يا رب هم لأ.
منك لله يا اللي تنشك في معاميعك بحق ما ضيعتي عليا ليله العيد وحلاوتها. الله ما تلحقي تعيدي في سنتك يا حفيظه الكلب. يوه ما تشهلي شويه يا بت، هو انت مش فالحه غير في المياعه؟ مياعه ايه بس يا ست؟ داني والله انهد حالي لحد ما عملت الكحك، داني عامله يستاهل بقك والله. وبعدين يعني يا ست انت مش ناويه كده تحنني قلبك علي؟ بس يا بت بس، انت فاكراني باكل من كهن النسوان دي؟ كهن ايه بس يا ست حفيظي؟ الله يسامحك. طب خلاص انا خلصت كل اللي وراي، ينفع اروح لعيالي؟ قصدي ينفع يعني اروح يعني لام ابو العيله وابو العيله عشان انا سايباهم بقالي كتير، ينفع؟ روحي انكشحي يا بت. ان شاء الله يخليكي يا ست ويبارك فيكي ويدعمك ما يحرمك يا رب. يعني لو ما فيهاش تباتي ولا ما فيهاش رزالي ينفع يعني اخد كحكايتين بس كده ادوقهم للعيال؟ هدوقهم لام ابو العيلة عشان هي ست كبيره والله ودعوتها مستجابه، هتدعي لك دعوتين يجعلهم ربك من حدك ومن نصيبك قدر يا كريم. ينفع؟ فين هذه الكحك يا بت؟ اهو يا ست اهو، والله ده انا نسيت ارميه بس حرميه اهو. لا تحطيه في عبك وتروحي ببيتكم، بس عشان ما تقوليش ان ستك حفيظه ما دوقتكيش كحكي. انت يا حسان يا زفت الطين يلي اسمك حسان، طب يلي تنشك في معاميعك يلي اسمك حسان ايه؟ الله انت يا بنت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ ما قلتلك انكشحي. حاضر يا ست حاضر. انت يا زفت الطين يا طويل وهبل ياللي اسمك حسان ايه؟ ايه وين يا ستين؟ انا اهو. كل عام وانت طيبه امورين. تشيل السبت دي وتخلي بالك من الكحك اللي جواه، كحكه تروح منك كده ولا كده اعدهم بالوحده. دي ريحته مفحفحه من اول الكفر. انا بقول يعني لو الواحد دق وحده يعرف اذا كان طعمه زي ريحته كده ولا ايه؟ وانت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انا بقول يعني لو وحده الواحد يعرف طعمه زي ريحته ولا لا؟ تاني انت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انت شيله بس. حاضر حاضر يا ستيني اموريني. أنا جاي وراكي، أنا تحت أمري. مين وأنت طويل على اللي؟ أنا جاي أهو يا ستيني. يا تسهيل الله، الله واحد مالوش تاني. تلاتة ما تعمل لك كلمة يا مكسر. حاضر حاضر يا ستيني. أنا أهو. ازيك يا حماده يا سكر زياده؟ ازيك يا بنتي يا زنوبه؟ كل سنه وانتوا طيبين، كل سنه وكل يوم وكل وقت وانتوا بخير وسعاده يا رب. العاف عليك يا اما. انت صحيت يا ابو العلا؟ ابو العلا مين يا اما؟ انا فاطمه. فاطمه يا حبيبتي كنت فين طول الليل يا فاطمه؟ العيال كبدهم اتحرى من العياط. غصب عني يا اما غصب عني. يلا كل سنه وانتي طيبه، ويا رب يا رب يا رب نفضل مع بعض دايما كده ولا نفترقش ابدا يا رب. ايوه واجب برضه. كل سنة وانت طيب يا غالي. رجلك ارتاحت؟ ارتاح. ارتحت ولا مرتحت؟ فرق ايه معاك يعني؟ بقى يا جاحدي تبقى ليلة عيد ايه؟ وتسيبيني كده لوحدي؟ يوه استحي يا ابو العيل استحي. لا اني زعلان زعلان خالص. طب ومقام السيح ما انت زعلان. اللي في ايدك ده ياما. ايه ده كحك العيد يا بيه؟ كحك العيد اللي معمول بالسمنه البلدي يستاهل بقكو. استنى ده انا اللي حديلك. خد خد يا ابو العيني واحد، خد واحد دوق من النبي دوق. خد يا بنت خد. انا وشيف خد يا حماد. منين ده يا فاطمه؟ هيكون منين يا اخويا؟ من دار العمد. خد يا يما خد يا يما كحك يا يما. امال الدنيا والناس كلها بتقول على الراجل ومراته ان هم بخل جيل، دي من ايه بقى؟ ايه دول ابخل ما خلق ربنا. امال ازاي؟
ما تاكل يا ابو العلي، ما تاكل يا ابو العلي وانت ساكن، يعني انقطع نفسي في الخبز والعجين والتقريص بتاع الكحك وفي الاخر ما ينوبنيش منه غنب انا وعيالي ولا حتى ندقه. له يا حبيبي ده حتى طباخ السم بيدوق. اسكتي اسكتي، شفتي حصل ايه امبارح بالليل؟ خير يا رب. الواد محروس ابو سالم ايه؟ جاني هيني. يا لهوي يا لهوي، ده انا نسيت اسالك صحيح نسيت. الا صحيح، هم الغفر جم وراح ولا لا؟ ما تيجي نعيد. ايه والغفر؟ اما احكي لك كل حاجه. تحكي لي محروس؟ ما هو الحدوته دي حدوته؟ ما تنفعش تحكي حاف. يا حفيظه حفيظه، انت يا ست يبقى انها مش هنا يا فاطمه. بطي انت يا بيت، اهدي. مفيش حد في الدوار ولا ايه؟ يا غفير يا حسان، انت يا زفت. ايوه ايوه نعم يا حضره العمدة. يا صباح السعاده، كل عام وحضرتك طيب. فين ستك حفيظه يا ولد؟ يا ست حفيظه دي خرجت من بدري، ما هو موسم. كل عام وانت طيب. راحت تزور اخواتها والشغالين، راحوا فين داهيه؟ الست حفيظه برضك صرفتهم يروحوا يعيدوا مع عيالهم. ما هو بقى عقبال عندك كله هيرجع اخر النهار ان شاء الله. ايه ايه والدار فاضيه كده مفيهاش حد؟ مين بقى يعمل لي فطار؟ اسمع يا واد حسان، تروح اوام كده بالعجل تجيب البنت فاطمه كده حالا في التو والحلو بسرعه واجري. يلا اجيب مين؟ الترش ياد ولا ايه؟ اجري روح هات البنت فاطمه وبسرعه، وانا مستني اهو. انت لسه ما جيتش، انا عايز افطر. طيب حاضر حاضر، كل عام وانت طيب. وانت طيب يا اخوي. ايوه كده، يبقى عيد مجيد سعيد فريد من نوعه. ايوه ايوه كده. وتعاليلي يا بطي واني واني مالي ايه، شيليلي الشنطه واني واني مالي ايه، والشنطه خفيفه واني مالي ايه. الواد حسان راح يندهلي ايه، وحفيظه مشيني ويبقى لوحدنا. وياك ما ترجع عربية تصيح. صافيني مر وجافيني مر، ولا تنسانيش كده بالمر. صافيني مر وجافيني مر. الله، مين دي؟ ده مغنواتي جديد، سمعته في الردوي عند العمدة. العيد عيد برضك، ربنا يجعل ايامك كلها عيد يا ابو العيلي. امين يا رب. ده انت اللي يشوفك النهارده ما يشوفكش امبارح وانت بتقول جاي يا رجلي. اي أيوة والله، الدكتور اللي جابه العمدي ريح رجلي على الاخر. كان بتقرصني تغريس، ربنا ما يوريكي. الحمد لله يا اخويا الحمد لله. وبعدين يعني هو انت فاكر العمدي بيعمل كده لله؟ ماني بشيله وبحط عنده في الدوار يامي. وبعدين ده احنا لو حسبناه يا ابو العيلي هيطلع هو اللي مديونين لنا. ايوه والله، كلاتها يومين ولا ثلاثة ورجلي دي تخف وارجع انزل الشغل تاني. المفروض ضاع حدوتة الخدمة عند العمدي. حسن جتي للحق، الحدوتة دي انا باصها عليا قوي. ايه ومين جاب سيرة التنغيص دلوقتي يا ابو العيلي؟ يا مرحب يا خالي. يا ابو العيلي يا فاطمه، كل عام وانتم طيبين. الهي تنسخت انت والعمده وحفيظه في يوم واحد يا بعيد. تلاقي البعيد جاي يندهني علشان العمده عايزني في الدوار. ايوه يا حسان. اه ايوه ايوه ايوه. عامله ايه يا خال؟ مين فوزيه؟ بعدك يا بلال.
هاتي فوتي هاتي فوتي. كل عام وانتم طيبين. طب صحة وسلامة. حضرة العمدة عايز فطنه في التو واللحظة. يا مثبت العقل. ايه لحقت؟ واني مالي؟ واني اللي عايزها؟ ده حضرة العمدة واني عبد المأمور. وعايزها في ايه؟ حضرة العمدة. ما طبيخ وطبخت وعجين وعجنت وتنظيف ونظفت، ايه تاني؟ بقولك ايه يا حسان؟ ما تستجدع كده وتروح تقول له انك ما لقيتنيش. يا سلام وسلم، دي كهني تخنع يا رين. هو انا اقدر؟ هو مدام قال لي لازم انت تجيب فاطمه في يدك وانت راجع، انا لازم انا اجيب فاطمه في يدي وانا رايح. يا دي الهم اللي احنا فيه بس يا ربي. عرفت يا ابو العلي؟ عرفت العمده بيعمل معانا كده ليه؟ بقول لك يا حسان، انت فطرت يا علي؟ ايه؟ يعني ايه امال ايه؟ لا لا ما فطرتش. يا ودني لسه على دخلتك كنت هعمل مرقه عاد. مستنى استنى ما اجيب لك تصبيره قبل المرقه. والله كلك واجب. حلاوه العيد يا دي حسان تبقى في اللمه. ايوه امال ايه؟ خد يا حسان حلي بقى. تسلم يدك. يا نهار ما اطول وندوحس. ده كحك حفيظه. ايه ايوه كحك حفيظه. وبعدين يعني هو كان انكتب على اسمه ولا يعني كان انكتب على اسمه؟ انا عارف. ايوه صحيح يعني كان انكتب على اسمه. يرضيك يا حسان. الاولاد تقعد صباحيه العيد من غير امهم بعد ما باتت بره يا اخي؟ ايوه النبي يا حسان، ده ابو العلي طول الليل كان بيصرخ من رجله. اي أيوة والله. يعني ما يرضينيش بس هو يرضي حضره العمده. بقول لكم ايه، ما تجيبي كمان كحكايه وانا اروح اقول اني ما لقيتكيش واعمل انصراف واخلف الميري عشان خاطركم. يلا يا فاطمه. مفيش يا ابو العلي مفيش، دي كانت اخر واحده. كانت اخر واحده. اخر واحده؟ طب حس كده أني معايا كحك تاكلوه معاي. جبته منين ده يا والي؟ وكل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب يا حسان وفكر خير والله. انت يا والي ده كحك حفيظة يا والي. هو يقصد يعني كان انكتب عليه اسمه ولا كان انكتب عليه اسمه؟ على رأيك والنبي يا حسان. يا بنت يا جينا تعالي يا بنت. تعالي يا والي تعالي يا خال. تعالي يا خال. تعالي يا بنت. قولي يا أم كحك العيد يا أم. تعالي تخش يا والي. قولي يا حلوة. مرحب يا عدلات. لا يا خالد انا فوزية. انا شايفه يا اخويا على قلبك. ابسم ايدك يا حسان النبي كلك زور. يلا في دهي. سيب البندقية يا والي. سيب يا والي. وقفها. خد يا بنتي يا حمدية. ايوه صباح الفل يا ست الناس. خد يا بنتي يا حمديه عشان تعيدي. يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي. يدوم العز والخير يا ست الناس. بس انا كنت عايزاكي تعملي لي حاجه. ايوه يعني انت هتديهم لي لله؟ نعم يا اختي. لا يدوم العز. كل عام وانتم بخير. ولما تخلصي لي اللي انا عايزاه منك هديكي قدهم مرتين. ايه ده؟ انا احط رقبتي تحت رجل الحصان ده يقعد يرفض فيا للصبح؟ هي حاجه بخصوص البت فاطمه المزغوده. ايوه اللي ايوه. انت قاعده مستنياني يا بت؟ تكونيش يا بت مصاحبها. حد الله حد الله. ده انا الودي ودي اعمل لها خنيقه بشليطه. شليطه؟ طب روحي يا بت شوفي كنت بتعملي ايه وخلصي. كل عام وانتم بخير. يدوم العز. كرداني عاجبك كده؟ ما لبستش كرداني. رجعني على البيت بسرعه. بيت يا بيت. ايوه يا ولا. الله حلو قوي يا ولا، دي طالعه من بقك يا عيال صغير. بقول لك ايه يا بيت، عايزك كده بقى تقومي يعني فرجينا كده حلاوتك بقى وجمالك وترقصي. تعرفي ترقصي زي نعيمه عكس كده؟ ايه اللعرق. ايوه لهليبه يا والا. يلا يا بنت قومي لهليبينا يا والا. يلا يلا يا بنت. يا حلاوه الحلويات.
عليكو يا ولا هي جات لك يا ولا لعبيه يا ولا وشقيه يا ولا ويا الهوى واداوي برقصتي ما جرح ملهاش دوا واجيبك دعوالك في غرام بنت البلد اذا كان سبع الفلا راح اصيده يا ولا لعبيه يا ولا وشقية يا ولا سلام يا جدع سلام لجدعاننا الخفة الجدعان وكل صبوات الحتة والصبوات وكل واحد في الزفة في الزفة والسرك كله وانا يا حنين يا رايق يا اخويا انت كنت بتعمل ايه؟ يعني بعمل تمرينات عشان الكرش شفت كرش نزل ازاي؟ ده بقى بعد التمرين وده قبل التمرين وده التمرين بس انا داخله وشايفاك بترقص يا اخويا لو نفسك حد يرقص لك قول لي حتى اتحزم وارقص لك شويه لا محب ارقص لوحدي يا اخويا ده كده هلك على الفاضي ودي اللي جابها دي ده وقته والبنت التانيه ما جاتش ليه انت واد يا زفت يا حسان نعمين يا حضرة العمدة انت لسه هنا يا ولا ما روحتش لا روحت البيت فين انا روحت البيت عند فاطمه ما لقيتهاش وما دورتش عليها ليه سالت عليها في بيت وفي بيت بردك ما لقيتهاش بردك ما لقيتهاش طب غور جاتك نيله فيك وفي اللي بعتك لا ده انا اللي بعتك جاتك نيله فيك لوحدك امشي وانت يا ست بقى اعملي لنا افطار عشان نتغدى والهليب يا والي ايوه والبت يا والي شيخ محمود مرحبا يا حسن اتفضل تعال كل عام وانت طيب يا شيخ محمود طيب ازيك امال يعني ما ريتكش جنبي كده في صلاه العيد ايه دي داني كنت جارك لازم في الصف انت بس اللي مش عاوز تاخد بالك مني يا شيخ محمود مش عايز اخد بالي منك يعني عايز اقعد من غير بال واصل انا وبالي معاك طب متجمعين عند النبي ان شاء الله ان شاء الله احنا والحبايب يا رب كل الحبايب والمشتاقين يا رب اللهم امين امين يا رب مش ابو جميله نوى يتجوز بنته شيخ محمود طب والله ما شاء الله عار ده راجل شقي وتعب على بناته وعياله ياما يا سلام يا اولاد يعني هو اخر شقه وتعبه ده كله يرمي البت الرميه السودا دي وهو رميه سودا ليه ايوه رميه سودا لما يكون الجوازه من طرف البنت اللي اسمها راويه دي تبقى رميه سودا ومطايه نفطين كمان اه لكن الجوازه جايه من امه المره اللي اسمها راويه دي اللي هي الست راويه دي بتعمل ايه يعني مش ملابد الا بتعمل ايه ايوه غباش يعني فهمت الوليه راويه دي بقت عامله زي بقعه زفره في طوب البلد وبصراحه بقى البلد كده بقت سمعتها زي الطين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احنا بيتقال علينا بنبيع لحمنا يا عم الشيخ محمود يا عم الشيخ محمود انت لازم تكلم العمده يشوف له صرفه وياها كفايه عليها قوي بقى لحد كده والا والنعمه الشريفه لنكون دبحنا احنا بقى واه يا دهديات واه خبر ايه اللي دبحينها وما دبحناهاش عروقك فطت في وشي دي من يومين كده كانت جايه الطحونه بحجه انها بتسلك الضل البت خدمتها عشان الطحين بتاعها وكانت عماله تقلب في البنات والصبايا الواقفين ايه قولكم بقى والله زفت الطين دي موسخه البلد وناسها لا انا عن نفسي غسل هدمتي اول باول عامل يا عم بالنسبه للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول يا عم مش احنا استغفر الله العظيم انت من حقك مثنى وثلاث ورباع وما مالك ومن حقك كمان الذريه وواجب عليك يا عمدي انك تجعل الذريه دي الله
امال ايه؟ اذا ما كنتش انت يبقى عندك ذريه، مين اللي يبقى عندك؟ انت بسم الله ما شاء الله الارض ارضك والمال مالك والخير زايد، بسم الله ما شاء الله عليك. الله اكبر، ايه النق والنبر دي؟ ما تاكل وانت ساكت. انت واد زفت اللي اسمك حسان، انت يا نيله اللي اسمك حسان، ايه دي؟ انت واد يا وائل. نعمين يا حضره العمده. فين الزفت اللي اسمه حسان؟ حسان مش هنا، وما دام مش هنا يبقى اكيد هناك، بس هناك فين الصراحه انا مش عارف. لا والله. طب امشي نجر، روح دار الزفت اللي بيسمى دي اللي اسمه ابو العيله، قول للبت فاطمه تيجي عشان عندنا عزومه. ايوه يعني اقول لها تعالي عشان انت معزومه عند العمده. يا غريبك يا جواد، لا وانت كمان معزوم يا هلا. الله الله. تصدق هلا انت من عجائب الله في خلقه. يا هلا روح يا هلا، روح قول لها العمده عنده عزومه وعايزها تقدم على العزومه دي. روح روح يا اخوان الله ينور عليك، روح. تمام يا حضره العمده. يلا في داهيه. شوف انا يعني يحق لي اني الم الغفر اللي حدايا دول كلهم واجيب المازوت بتاع امان الطوب دي انت عارفه، احميهم بيه كلهم واولع فيهم دفعه واحده. والله يا عم واد انت جبت سبت الثواب. انما احنا كنا بنقول ايه يا عمدي؟ اللهم صل على كامل النور. العيل. ايوه ايوه العيل يا عمدي. يحق لك يا عمدي، لازم يبقى عندك عيل وعزوه كده تورث من بعدك بعد عمر طويل. تصدق يا عمدي؟ اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو، البلد دي كلها تستمني ان انت يبقى عندك عيل يمسك العموديه من بعديك بعد عمر طويل يعني. بص بقى مين اللي قال علينا. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه؟ والله ما انا واكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. ماشي. زي الحال يا شيخ مبروك، لعلك بخير. الحمد لله كويس يا اخوي. اتفضل بستوي. لا يا ابوي ما بيحبنيش. انا جاي لك في كلمتين صغنطرين كده يا عمده. صغنطرين؟ طيب ماشي، ادينا سامعين. هو ما فيش في البلد دي غيري بس يا رب. ليه الحصه دي؟ يا بيت يا بيت، ده انت راح ادور العمده عزومه ميغا يعني، هتعدي في عبك من خيرات دوار العمده ياما. ايه بقى اللي مقدرك ولو بوزك السكر دي؟ اصل انا من اللي بيرفسوا النعمه، جالك وجعه في عمدتك. حلوه. خد يا اخوي. السلام عليكم. يا فاطمه زودي لي السكر. حاضر عيني. يمي حاجة تانية يا اخويا؟ شك يبقى انده على علم الشمس. العافية خالد.